الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم ومرحبا. طلبة وطالبات ثانوية عامة في محاضرة جديدة من محاضرات اللغة العربية في برنامج أستاذ على الهوى. نحن اليوم أمام محاضرة من المحاضرات الهامة، وهي نص غربة وحنين لأمير الشعراء أحمد شوقي. عشان نبدأ النص بتاعنا لابد من معرفة عدة نقاط، أهمها إلى أي مدرسة ينتمي أحمد شوقي؟ إلى أي مدرسة ينتمي أحمد شوقي؟ ما نوع التجربة التي خاضها أحمد شوقي؟ ما هي الأندلسيات أو ما الأندلسيات؟ ما المعارضة ومن يعارض أحمد شوقي؟ طب نقف على هذه الأشياء وقفة بسيطة. المدرسة التي ينتمي إليها الشاعر هي مدرسة الكلاسيكية الجديدة، ومن أهم خصائصها البيت وحدة القصيدة، قوة الألفاظ وجزالة العبارات، تعدد الأغراض في القصيدة من أهم خصائصها، تاني روعة الخيال، الاهتمام بالحكمة، التصريع في بداية القصيدة. ده اللي هنشوفه النهاردة وإحنا شغالين في نص غربة وحنين. التجربة التي مر بها الشاعر هي تجربة ذاتية تحولت إلى عامة. يبقى ما نوع التجربة؟ تجربة ذاتية تحولت إلى عامة. طب ما المعارضة؟ المعارضة أن يكتب الشاعر قصيدة على نفس وزن وقافية شاعر آخر للدلالة على المهارة الأدبية. وفي بعض النقاد عابوا المعارضات وقالوا أنها نوع من التقليد، لكن الرد على ذلك أن أحمد شوقي يختلف. أحمد شوقي اتخذ المعارضات مجال للمنافسة والمباراة وإثبات المهارة الأدبية. طب حينما ندخل إلى النص نجد بعض الأسئلة، من أهمها أحمد شوقي يعارض البحتري في سينيته. هنشوف السؤال ده وإحنا شغالين جزئية جزئية مع النص. هندخل في النص بتاعنا. أول نقطة عندنا اختلاف النهار والليل ينسي. هنقطع بعض الجزئيات البسيطة في النص عشان نفهم الأسئلة اللي ممكن تيجي فيه. عندي ثلاث أبيات قدامي. اختلاف النهار والليل ينسي، بدأ الشاعر بكلمة اختلاف، دي براعة استهلال، براعة استهلال بداية موفقة. فالبيت الأول يجري مجرى الحكمة، دلل فيه على موضوع القصيدة أن مرور الزمن يجعله ينسى. أحمد شوقي يختلف، لا ينسى، فهو يطلب من أصدقائه أن يذكره، اذكره ليصب وأيام أنسي. الصبا فترة الصغر، عكسها الشيخوخة، وأيام أنسي ده إطناب بعطف الخاص على العام للاهتمام بالخاص. ينسي إيجاز بحذف المفعولين، حذف مفعولين، ينسي الزمن الإنسان كل شيء لإفادة الشمول والعموم. اذكر لي الصبا، نوع الشعر بين الخبر والإنشاء لجذب الانتباه وإثارة الذهن ودفع الملل عن القارئ. وصف لي ملاوة من شباب، وصف لي ملاوة من شباب، من تفيد التبعيد، من تفيد التبعيد، تبعيد يعني بعض الشباب. صورت ينسي إيجاز بحذف المفعولين قلناها في البيت الأول، أما صورت إيجاز بحذف الفاعل للعلم به وهو المولى عز وجل. صورت معنى صورت صيغت وشكلت، عكسها طمست ومحيت، من تصورات ومسي. العطف تنويع، لو عطف الشاعر بين كلمتين مختلفتين قلناها المحاضرة اللي فاتت، يبقى العطف تنويع. لو عطف بين كلمتين مترادفتين يبقى العطف التوكيد. يبقى تصورات هنا جمع، جابها جمع للدلالة على قصر. عصفت كالصبا اللعوب، يبقى في فرق بين كلمتين الصبا والصبا. الصبا الرياح اللينة، النسمة. الصبا اللعوب، عصفت كالصبا. لو وقفنا في كلمة عصفت، بعض النقاد عاب عليه كلمة عصفت، لأن كلمة عصفت تدل على القوة والعنف، والرد على ذلك أن كلمة عصفت تلائم اندفاع الشباب، تلائم اندفاع الشباب. ومرت سنة حلوة ولذة خلصي، لو قلنا سنة حلوة ولذة خلصي حسن تقسيم يعطي النغمة مصي، قية ترتاح لها الأذان. طب لو وقفنا عند كلمة سنة، جمع سنة سنات، وعكسها قال لك السنة اللي هي إغفاء قليل، عكسها السبات، حلوة ولذة خلصي. طب نرجع للأسئلة بتاعتنا. النهار جمع نهار، أنهار ولا أنهر؟ كلنا مع بعض نمسك القلم
ونعلم ونشوف الإجابة ونجاوب في سرنا عشان نعرف الإجابة إذا كانت صحيحة ولا خاطئة. الأنهار، الأنهر، النهور، الأنهرة، جمع نهار أنهر، جمع نهار أنهر. الصبا، الصبا اللعوب، عكس الصبا، الصبا الرياح اللينة، عكسها الحرور أو الضبور. طب لو جات لي في اختياراتي يبقى أنا عندي الحرور ولا القر ولا صر؟ الحرور. طيب مرادف سنة، سنة يعني إغفاء قليلة. طب لو قال لي جمع سنة سينات، مضاد مس، مس يعني جنون، والمراد باندفاع الشباب. عكس الجنون التعقل، وعكس المس التعقل. قبل ما تجيب معنى مضاد الكلمة لازم نجيب معناه. مس يعني جنون، يبقى عكسها التعقل. شوف السؤال اللي بعديه مع بعض. ما معنى المعارضة ومن يعارض شوقي؟ المعارضة قلناها أول ما بدأنا، المعارضة أن يكتب الشاعر قصيدة على نفس وزن وقافية شاعر آخر، متناولا نفس الوزن ونفس القافية، وربما تأثر في بعض الألفاظ. وبعض النقاد عاب المعارضات، لكن أحمد شوقي يختلف. نقولها تاني، أحمد شوقي يختلف لأنه اتخذ المعارضة مجال للمنافسة والمباراة وليس تقليدا شعريا. طب من يعارض أحمد شوقي؟ يعارض شاعر عباسي اسمه البحتري. طب مين تفوق؟ قالك أحمد شوقي تفوق على البحتري لعدة أسباب هنقولهم بعد شوية. أحمد شوقي يتذكر الأندلس ويتأمل. طب القصيدة دي ليه بيتذكر فيها الأندلس؟ لأن القصيدة دي كتبت في الأندلس، أحمد شوقي نفي إلى الأندلس. طب لما كتب القصيدة في الأندلس سميت قصائده بالأندلسيات، يبقى ممكن يجي لي سؤال يقول لي عرف الأندلسيات. الأندلسيات هي القصائد التي قالها أحمد شوقي في الأندلس. طب نرجع، يتذكر الأندلس ويعطي حكمة ويمزج بين التجربة الذاتية والتجربة العامة، لأنه لا يتحدث عن قضية خاصة وإنما يتحدث عن قضية عامة تصلح لكل زمان ومكان. أن الوطن أحق بأهله. نرجع، أما البحتري يستجدي يطلب العطاء من الكرماء. كلاهما حزين، أحمد شوقي حزين لضياع الأندلس، أحمد شوقي حزين لضياع الأندلس، أما البحتري حزين لضياع ديوان كسرى أو لتدمير إيوان كسرى. طب نرجع، عين الخيال في قول الشاعر الصبا اللعوب وبين أثره الفني. في فرق بين أثره الفني وسر جماله. طب لما نيجي نرجع للجملة دي ونقول فيها الصبا اللعوب، استعارة مكنية، صور الصبا، صور الرياح اللينة بفتاة رشيقة كثيرة الحركة، وده إن دل فإنما يدل على جمال هذه الفترة. طب توحي بإيه؟ توحي بلطف النسيم ورقته، وتوحي بجمال هذه الفترة التي مرت بسرعة. طب لو قال لك مرت كالصبا، مرت كالصبا غير الصبا اللعوب. مرت كالصبا ده تشبيه، الصبا اللعوب ده استعارة مكنية. طب مرت سنة علوة ولذة خلصي تشبيه. قال لك شبه فترة الشباب، التاء دي يا جماعة بتعود على فترة الشباب. مرت بسرعة كالإغفاء السريع، كالإخفاء، وده يوحي بجمال هذه الفترة، فيها توضيح وتوحي بجمال هذه الفترة والتحصر على سرعة انقضائها. أيهما أجمل، سنة حلوة ولا نومة حلوة؟ لا، سنة تدل على سرعة مرورها وانقضائها. طب نرجع السؤال اللي بعدي، لكل من الخبر والإنشاء أثره في البيت الأول. البيت الأول نوع الشعر بين الخبر والإنشاء. الخبري اختلاف النهار والليل ينسي، الخبري غرض التقرير، التقرير والتوكيد والتحصر على أيام الماضي التي قضاها في وطن، ودي براعة استهلال، بدأ بداية موفقة. فالبيت الأول يجري مجرى الحكمة، فيها تشبيه ضمني. أما الإنشاء غرض الالتماس، اذكر لي الصبا، غرض الالتماس باعتبار الشخصين حقيقيين، وغرض التمني باعتبار الشخصين خياليين. قال لك غرض الالتماس والحنين إلى الوطن. طب نشوف السؤال اللي بعديه مع بعض، ننظر للسؤال اللي بعديه، وضح دلالة استخدام الشاعر كلمتي اذكرى وصفة. اذكرى ليصبا وصفة، جاب اذكرى مع الصبا وصفة مع الشباب. هل وفق الشاعر في استخدام اذكرى مع الصبا وصفة مع الشباب؟ نعم وفق الشاعر، فكلمة اذكرى تأتي مع الصبا لأن الصبا فترة بعيدة العهد لا يمكن فيها إلا التذكر، وسريعة النسيان لأنها بعيدة. أما الشباب فترة قريبة العهد فيها
جمال الشباب ومغامرات الشباب وروعة حياة الشباب، هذا إن دل فإنما يدل على دقة أحمد شوقي في استخدام الألفاظ في موضع. طب ممكن السؤال يجي بطريقة تانية، هل يمكن نقل سكورة مكان صفة وصفة مكان سكورة؟ لا يمكن ذلك، لأن فترة الشباب فترة قريبة العهد، يمكن وصفها وصفا دقيقا بما فيها من مغامرات الشباب وجمال الشباب. أما فترة الصبا فترة بعيدة العهد لا يمكن فيها إلا التذكر. ننظر للسؤال اللي بعديه، عرف التجريد وبين فائدة. أحمد شوقي قال الكرة لي صبا وصفة لي، خطب كم واحد؟ 2. خطاب أحمد شوقي للمثنى على عدة القدماء، امرؤ القيس كان بيقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. طب ما معنى كلمة التجريد؟ أن يستعير، يلا قول معايا وانت قاعد في البيت كده، أن يستعير الشاعر من نفسه شخصين يحدثهما، يسوق إليهما تداعياته النفسية والأفكار التي تدور بإيه؟ برأسه. يبقى لو رجعنا للسؤال ببساطة، عرف التجريد هو أن يستعير الشاعر من نفسه شخصين يحدثهما، يجرد من نفسه شخصين، يقف قدامه ويكلمهم أكنهم واقفين قدامه. ليه بقى بيستخدموا فايدة التجريد إيه؟ يسوق إليهما تداعياته النفسية وخواطره الشعرية التي تدور بداخله. السؤال اللي بعديه بيقول لي، طب أحمد شوقي بيقول لا عيب في الحكمة ما دامت مؤثرة ومعبرة عن عاطفة الشعر، وضح ذلك. عشان أجي أوضح السؤال أفهم السؤال، الحكمة في الشعر، الشعر يعتمد أكثر على العاطفة، الحكمة في الشعر أحمد شوقي يختلف بيها لأنه جاء بالحكمة. بعض النقاد عاب الحكمة، لا عيب في الحكمة ما دامت ملائمة لعاطفة الشعر، جاء بالحكمة ملائمة لعاطفة الشعر. العاطفة المسيطرة على أحمد شوقي هو الحنين والشوق للوطن الذي حرمه منه المستعمر، وجاء أحمد شوقي بالحكمة يقول للمستعمر أن كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب ريكسي. نشوف السؤال اللي بعديه بيقول، السؤال الثاني، سلى مصر هل سلى القلب عنها أو آسى جرحه الزمان المؤسي؟ السؤال، لو جينا نقطع مع بعض سلا وسلا، ده جناس تام، جناس تام. طب ليه جناس تام يا مستر طارق؟ سلا الأولى بمعنى اسألة، أما سلا التانية بمعنى، سلا التانية بمعنى نسي القلب. سلا وسلا جناس تام، يعطي نغمة موسيقية ترتاح لها الأذان، ده محسن بديع لفظ. هل سلا القلب؟ سلا القلب استعارة مكنية. ما نوع الاستفهام سلا القلب؟ إنشائي، نوعه استفهام، غرضه النفي. القلب لا ينسى مصر، لن ينسى مصر ولا ينسى مصر. أو آسى جرحه الزمان المؤسي، آسى عالج ودواء جرحه، ده استعارة تصريحية، صور أشواقه بالجرح وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. الزمان المؤسي جاء بكلمة المؤسي اسم فاعل من غير الثلاثي للدلالة على مدى براعة الطبيب ورغم ذلك فشلوا في علاجه. احنا بنقف بس بالراحة على بعض النقاط المهمة. كلما مرت الليالي عليه رق، رق القلب دي صورة ممتدة، شبه القلب فوق بإيه؟ بإنسان ينسى، شبه القلب تحت بإنسان يرق ويشتاق ويحن. والعهد في الليالي تقصي، العهد ده إطناب بالتزيل. يعني إيه إطناب بالتزيل؟ حكمة في آخر الكلام. والعهد المعروف والمعتد أن مرور الزمن يجعل الإنسان ينسى والقلب يقسو. تقصي، تقصي هنا في إيجاز بحذف الفاء المفعول به، تقصي الليالي القلب، والليالي هنا أدق من الإيه؟ من الأيام. مستطار إذا البواخر رنت، لأن الليل مجمع الهموم. مستطار هنا في إيجاز بحذف المبتدأ، قلبي مستطار، حذف المبتدأ للاهتمام بالخبر. إذا البواخر، ناخد قانون في إذا، الاسم الواقع بعد إذا فاعل، الاسم الواقع بعد إذا فاعل، الجملة بعد مفسرة لا محل لها من الإعراب. أول الليل أوعوت بعد جرسي، العواء صوت مفزع، طب عكس العواء الطرب، رنت على صوتها بعد جرس صوت خافت آخر الليل. جمع جرس نقول مع بعض جروس، جمع جرس جروس، جمع جرس جروس. راهب، قلبي راهب، هنا في صورة ممتدة، شبه القلب بإنسان يسلو، شبه القلب بإنسان يحن ويرق، شبه القلب بالطائر المفزوع، شبه القلب بالراهب في الضلوع للسفن. فطن، فطن يعني إيه يا مستر طارق؟ مدرك،
عكسها غافل. كلما ثرنا، ثرنا مهمة جدا، استعارة مكنية، صور السفن بالغبار الذي يثور، شاعهن بنقص، النقص صوت قرع وضق الناقوس، الناقوس الجرس الكبير، شبه دقات قلبه بالنقص وحذف المهم أو الاستعارة التصريحية دي. استعارة تصريحية في كلمة نقص، جمع نقص نقوس، حذف المشبه وصرح بالمشبه به، استعارة تصريحية، شبه دقات قلبه بالنقص. نرجع للسؤال اللي بعديه بيقول: الغرض البلاغي للاستفهام هل سلى القلب عنها؟ هل سلى القلب عنها؟ استفهام غرضه التقرير والتوكيد، التشويق، النفي والاستبعاد، التعجب، النفي والاستبعاد. السؤال اللي بعديه: جرد الشاعر من نفسه شخصين يخاطبهما، ليه جرد أحمد شوقي من نفسه شخصين يخاطبهما؟ قلنا ليسوق إليهما تداعيات نفسية. السؤال اللي بعديه: مرادف مستطار، مستطار مضطرب ومفزوع، معروف وموجه، طائر حزين. مرادف مستطار مضطرب ومفزوع، عكسها ساكن هادئ. عكس رنت، رنت يعني على صوتها، عكس رنت همست، جمع جرس قلنا الجروس. السؤال اللي بعد جمع جرس: كيف تفوق شوقي في سينياته على البحتري؟ قلنا من شوية، نقوله تاني عشان ده سؤال مهم. أحمد شوقي يتذكر، يتأمل، يعطي حكمة، يمزج بين التجربة الذاتية والتجربة العامة. أحمد شوقي يتذكر، يتأمل، يعطي حكمة، يمزج بين التجربة الذاتية والتجربة العامة. أما البحتري يستجدي الكرماء، كلاهما جيد، التصوير رائع، الخيال. نرجع للسؤال اللي بعديه: ما الجمال فيه؟ راهب في الضلوع، لك أن تجعل راهب في الضلوع، قلبي راهب، تشبيه بليغ، ولك أن تجعل راهب في الضلوع، استعارة مكنية، صور ضلوعه بالمعبد وحذف المعبد وأتى بصفة من صفاته أن الإنسان يترهبن فيه. طب والضلوع لوحدها لك أن تجعلها مجاز مرسل، علاقته الجزئية، هو مش عايز الضلوع، الضلوع جزء، هو عايز الصدر، يبقى مجاز مرسل علاقته الجزئية. سر جمال المجاز الدقة والإيجاز. جرحه الزمان المؤسسي قلنا استعارة تصريحية، شبه أشواقه بالجراح وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وفيها أسلوب قصر حيث قدم المفعول به عن الفعل للتخصيص والتوكيد. آسى جرحه الزمان المؤسسي، استعارة مكنية، شبه الزمان بطبيب يعالج، شبه الزمان بطبيب يعالج. طب آسى أجمل ولا داوى؟ آسى تدل على تمام الشفاء، ودي توحي بأثر الزمن في مساعدة الإنسان. ولك محسن البديع في البيت الأول، سلى وسلى قلنا عليها جناس تام، والجناس التام محسن بديع لفظي، يعطي نغمة موسيقية. طب ممكن يقول لي استخرج مصدر من مصادر الموسيقى، سلى وسلى جناس تام يعطي نغمة موسيقية ترتاح لها الأذان. آسى وجرحه طباق يبرز المعنى ويوضحه، في البيت الثاني رقة وتقصي الطباق. طب لو قال لي هات اطناب، قلنا اطناب بالتزيل، والعهد في الليالي تقصي. السؤال اللي بعديه أجب عن ألف أو ب: جاءت كلمة الليالي مناسبة في قوله كلما مرت الليالي، كلما أدت شرط غير جازمة، عندي أدوات الشرط غير الجازمة، إذا ولو وكلما ولولا، أدت شرط غير جازمة يأتي مع فعل الشرط وجوابه ماضي، مرت الليالي. طب الليالي تعبر عن شدة المعاناة، شدة معاناة الشاعر الوجدانية وحنينه الدائم المستمر إلى الوطن. طب وليه اختار الليالي؟ لأن الليل مجمع الهموم، الليالي مجمع الهموم. جاءت إذا دقيقة في موضع، إذا الشرطية تفيد التوكيد، لأن إذا تفيد الثبوت والتحقق من دخول السفينة إلى الميناء، إذا البواخر لن تأول الليل أو عود بعد جرس. شوف السؤال اللي بعديه، السؤال التالي، نقطع بالراحة مع بعض جزئية جزئية في الجزء ده. يا ابنة اليم، أسلوب إنشائي، نوع نداء، غرضه يا ابنة اليم، نداء غرضه الاستعطاف والتمني. طب اشمعنى السفينة؟ قال لك يا ابنة اليم كناية عن موصوف وهي السفينة. اشمعنى السفينة بالذات اختارها الشاعر؟ علل، اختار الشاعر السفينة لأنها الوسيلة التي سوف تعيده إلى وطنه. وهنا سيرا على عادة القدماء، استخدام أو الخطاب لوسائل النقل. يا ابنة اليم ما أبوك بخيل، أبوك كناية عن موصوف وهو البحر. سر جمال الكناية
الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتجسيم. ما له أسلوب إنشائي نوع استفهام غرضه التعجب والاستنكار. ما له مولعا بمنع وحبسي. المنع والحبس اطناب. طب الحبس نتيجة للمنع؟ طب الحبس هنا حتى لا يعتقد إنسانا قاطعا أنه كان في الأندلس حرا طليقا. جمع حبس حبوس. أحرام ده أسلوب إنشائي نوع استفهام غرضه الاستنكار. أحرام على بلابله دولة. البيت ده جميل جدا ناخد بالنا منه. أحرام إنشاء استفهام غرضه الاستنكار. طب أفرق إزاي ما بين النفي والاستنكار؟ نقول مع بعض وإحنا قاعدين في البيت، قول كده معايا. النفي ما بيحصلش، هل سلى القلب عنها؟ لا، يبقى استفهام غرضه النفي. الاستنكار بيحصل وأنا أرفضه. أحرام على بلابله الدوح. بلابل استعارة تصريحية، الدوح استعارة تصريحية. صور المصريين بالبلابل وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. الدوح صور مصر بالدوح وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. حلال، لو خدنا حرام وحلال طباق يبرز المعنى ويوضح. للطير من كل جنس، من كل جنس يؤكد على تعدد ألوان وأنواع الطامعين في مصر. كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث. نقف هنا وقفة بسيطة. إلا في خبيث هنا في إيجاز بحذف المنعوت. إلا في مذهب خبيث. خبيث من المذاهب استعارة مكنية ريكسي. هل أضافت كلمة ريكس جمع ريكس؟ نقول مع بعض أرجاس. جمع ريكس أرجاس. هل أضافت كلمة ريكس شيء بعد كلمة خبيث؟ بعض النقاد قال عليها معابلة، لم تضف معنى جديد، ومن شروط جودة القافية أن تضيف معنى جديد. والرد على ذلك ربما أتى بها لتأكيد المعنى. نفسي مرجل قلب شراء. أحمد شوقي سوف يصنع من نفسه آلة وقود تحرك السفينة، ومن قلبه شراء. نفسي مرجل قلب شراء تشبيه بليغ، تشبيه بليغ. وفيها محسن بديع حسن تقسيم، يعطي نغمة موسيقية ترتاح لها الأذان. بهما في الدموع سيري وإرسي. استعارة مكنية، صور دموعه بالبحر. سيري وإرسي فيها أكتر من نقطة. سيري وإرسي ناس ناقص، سيري وإرسي طباق، سيري وإرسي أسلوب إنشائي نوع أمر غرضه التمني. واجعلي وجهك الفنار ومجراك يد الصغر بين رمل ومكس. أحمد شوقي رجع للقدماء في الاختيار أو في استخراج أماكن يشتاق إليها في وطنه، كما يفعل الشعراء القدماء امرئ القيس وغيره. رمل ومكس دي أماكن في الأسكندرية، محطة الرمل والمكس. طيب نرجع للسؤال الأول بتاعنا. جمع ثغر أثغار، ثغور مفاغر، أثاغر ثغور. الاستفهام في أحرام غرضه التشويق، الدهشة، النفي، الاستنكار. الاستنكار يستنكر أحمد شوقي أن تحرم البلاد على أهلها. جمع كلمة شراع، شراع ناخد بالنا منها. جمع شراع شرع وأشرعة، شرع وأشرعة. طب أنا عندي هنا أشرعة فقط. مفرد الدوح، الدوح شجرة ملتفة الأغصان ومعرفة الظلال، مفردها الدوحة. طب جمع دوح أدواح، وفيها استعارة تصريحية. جاء بكلمة الطير يراد بها الدخلاء ولا الدخلاء ولا الجهلاء ولا العملاء. الدخلاء، ودي بتبين تنوع وكثرة أنواع وألوان الطامعين في مصر. يحلق شوقي في أبياته إلى أفق إنساني يكسبه الخلود. وضح ذلك. أحمد شوقي انتقل من الذاتية إلى العام، لأنه لم يتحدث عن قضية خاصة. يعني هو مش قصده أحمد شوقي بس، وإنما يتحدث عن قضية عامة تصلح لكل إنسان في كل زمان ومكان، حرمه المستعمر من أن يتمتع بخيرات بلاده، أن كل وطن أحق بأهله. فانتقل أحمد شوقي إلى أفق إنساني يكسبه الخلود، يصلح هذا البيت لكل زمان ومكان. كل زمان حرم أهله من بلاده، كل مكان حرم أهله من بلاده. بين كيف صمم شوقي على العودة إلى مصر. في البيت اللي قدامنا اللي احنا خدناه من شوية، نفسي مرجل قلب شراء، أحمد شوقي يصمم على العودة إلى مصر، حيث سيصنع من نفسه آلة وقود تحرك السفينة، ومن قلبه الشراع يحرك السفينة. وإذا أبى ورفض البحر أن يعود، سوف يصنع من دموعه بحرا تسير فيه السفينة وترسى، وتأتي إلى شاطئ الأسكندرية وتستقبله الأسكندرية كما كان يشتاق إليها. السؤال اللي بعديه. في بعض النقاد عابوا على أحمد شوقي أنه جاء بالسفينة مرة بخارية ومرة شرعية. يقول بعض النقاد
لقد وقع في تناقض. الرد على ذلك أنه لا ضرر من أن تكون السفينة بخارية أو شراعية، فربما تعطلت الآلة البخارية احتاج إلى الآلة الشراعية. وضح الجمال في قلب شراع. قلب شراع قلنا تشبيه بليغ، فقد شبه قلبه بخواطره ومشاعره الجياشة نحو الوطن بالشراع الذي يجري بالسفينة أو يقود السفينة إلى الوصول إلى مكانها. طيب أحمد شوقي عكس في هذه الصورة شدة شوقه وحنينه إلى الوطن فيها التجسيم. ما الجمال في بلابل قلناها استعارة تصريحية، صور المصريين بالبلابل وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. يا ابنة اليم كناية عن موصوف وهي السفينة، ولك أن تجعلها استعارة مكنية، صور السفينة بإنسان ينادى عليه. خبيث من المذاهب استعارة مكنية، صور المذاهب بطعام خبيث، صور المذاهب المعتقدات الخبيثة، معتقدات المستعمرين بطعام الخبيث فيها التجسيم، وتوحي بسوء الاستعمار، عشان كده أكدها بكلمة ريكس. ما المحسن البديع في البيت الرابع؟ قلنا نفسي مرجل قلبي شراع عمل حسن تقسيم، يعطي نغمة موسيقية ترتاح لها الأذان، وعندي سيري ورثي جناس نقص وسيري ورثي طباق. طب العلاقة بينهم تضاد وتكامل، لأن مهما صارت السفينة في النهاية سوف ترس. السؤال اللي بعديه بيقول كيف تابع أحمد شوقي القدماء في أغراضهم؟ أحمد شوقي مدرسة كلاسيكية، تابع القدماء في الحفاظ على الوزن والقافية، تابع القدماء في قوة الألفاظ وجزالة العبارات، ودي من أهم سمات أسلوبه، تابع القدماء في الحكمة، تابع القدماء في التصريع، تابع القدماء في الخطاب للمثنى، تابع القدماء أحمد شوقي في أشياء كثيرة في هذا النص. يتسم أسلوب أحمد شوقي بالبيانية، سؤال مهم، يتسم أسلوب أحمد شوقي بالبيانية لكثرة الاستعارات والكنايات والتشبيهات والمجازات في النص، وهذا لأن أحمد شوقي يحرص على أن يمتع القارئ بشعره الجميل، أن الشعر ذوق رفيع يحتاج إلى تذوق، عشان كده أحمد شوقي اهتم بالصور البيانية. سؤالنا اللي بعد كده هنخش في درس قراءة مهم جدا اسمه القدس. القدس مدينة عربية إسلامية، الدكتور حسنين محمد ربيع. السؤال الأول بيقول وإذا كان اليهود قد نشروا الأكاذيب. لو وقفنا على القدس هنقف عدة وقفات، من أهمها ما الأسماء التي أطلقت على القدس، ما أهمية القدس ومكانتها الدينية والعالمية، ماذا يفعل اليهود بالقدس، المصادر التاريخية ترد على ادعاءاتهم الكاذبة، عندي كمان الدولة الراشدية، الخلفاء الراشدين ماذا فعلوا في القدس وكيف أصبحت القدس إسلامية، عندي كمان الدولة الأموية ودور مصر الرائع والبارز في القدس، آخر حاجة الدولة الأيوبية وصلاح الدين الأيوبي. أول سؤال بيقول لي مرادف يتعلق، يتعلق إذا كان اليهود قد نشر، عايز أجيب مرادف الكلمة، أرجع للفقرة وأقرأها في الفقرة، فيما يتعلق بالقدس يتصل ويتجه ولا يبعد ولا ينشر، يتصل. العهدة تعني الوثيقة ولا الكتابة؟ العهدة العمرية، العهدة الوثيقة. طب نرجع تاني، جمع عهدة، جمع عهدة عهد، مرادف زورا، زورا يعني كاذبا. طب مفرد أكاذيب أكذوبة. ننزل السؤال اللي بعديه بيقول ما وسائل اليهود لنشر ادعاءاتهم الكاذبة في القدس حول القدس وكيف تدلل على عروبة القدس؟ اليهود نقول كذبوا الكذبة وصدقوها واحتفلوا بها، ينشرون الأكاذيب، يزيفون الحقائق، يريدون إقناع العالم زورا وبهتانا أنه قد مر على بنائهم للقدس 3000 عام. طب ماذا فعلوا يؤكدوا ذلك؟ عقدوا المؤتمرات والاحتفالات لإثبات أنها يهودية. طب اثبت لي أن القدس عربية، المصادر التاريخية تكشف كذبهم. القدس عربية لحما ودما، أنشأها العرب منذ قديم الزمان، كاتب بيقول كده، أنشأها العرب منذ 1004، وأول قبيلة عربية سكنتها هم الكنعانيون، وكلمة كنعان في اللغة تعني خشونة الأرض، ومن ثم من هنا صلابة أهلها وبأسهم، وتفرع من الكنعانيين بطون عدة، آراميين، فينيقيين، يبوسيين، عموريين. طيب علل، رفض عمر بن الخطاب الصلاة داخل الكنيسة، حينما دخل عمر بن الخطاب إلى كنيسة القيامة استقبله البطريرك سفرينيوس، ودخل إلى الكنيسة طلب منه البطريرك أن يصلي داخل الكنيسة فرفض الصلاة داخل الكنيسة،
خرج وصلى خارج الكنيسة وأمر ببناء مسجد من الخشب. لماذا فعل عمر بن الخطاب ذلك؟ علم حتى لا يتخذها المسلمون من بعده مسجدا يصلون فيه. وده إن دل فإنما يدل على استشراف عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب، للمستقبل واحترامه للديانات. صلى خارج الكنيسة حتى لا يتخذها المسلمون من بعده مسجدا يصلون فيه. السؤال اللي بعديه بيقول بين مكانة القدس الدينية. هنقف وقفة كده 9 نقط براحتنا. 1، 2، 3. مسلم، مسيحي، يهودي. رمز درة بوركت، يبقى أنا خدت 9 نقط. 1، أولى القبلتين. 2، ثاني المسجدين. 3، ثالث الحرمين. أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين. مصر ومعراج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. معراج عرج به إلى السماء وصعد به إلى السماء، جمعها معارج ومعاريج. مجتلى عين سيدنا موسى عليه السلام، مجتلى مكان النظر والاشتياق. ما هو قلب سيدنا عيسى عليه السلام؟ طب قلنا 1، 2، 3، مسلم، مسيحي، يهودي. رمز القدس، رمز لوحدة دين الله على أرض الله. عاشت القدس الدرة، جوهرة متألقة في جبين الزمان. بوركت وبورك ما حولها. طب وما الدليل على تسامح الإسلام واحترامه لحقوق الديانات الأخرى؟ الدليل على تسامح الإسلام العهد العمري. ولم تتوقف رحلات الحج المسيحية إلى القدس، يأتون إلى القدس يتمتعون بالراحة والأمان والطمأنينة في عهد عمر بن الخطاب. والعهد العمري الذي أعطاها عمر بن الخطاب لغير المسلمين في القدس، يؤمنهم على كنائسهم وصلبانهم وأماكن عبادتهم، لا تحطم ولا ينقص منها شيء ولا يكرهون على دين. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإسلام دين سلام للبشرية. السؤال اللي بعديه، أصبحت القدس مدينة إسلامية في تلك الفترة، ما الذي ترتب على ذلك وكيف تعامل عمر معها؟ قلناها بس نقف، ترتب على ذلك إيه؟ هاخد أصبحت 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 مدينة عربية إسلامية، أصبحت تابعة في إدارتها لجند فلسطين، وفدت إليها القبائل العربية اللي كانت خارجة منها، وفدت إليها مرة أخرى، دخلت القبائل في التكوين الاجتماعي للمدن القديمة زي دمشق وحلب والقدس. أصبح العنصر الغالب هو العنصر العربي مع مرور الزمن. وتعامل عمر مع أهلها بالأمان والطمأنينة والرأفة والحب، وأعطى لهم عهدا أن لا تمس أماكن عبادتهم ولا تسكن ولا يكرهون على دين. السؤال اللي بعدين، ورد في هذا النص احنا قلنا أهم بنود العهد العمري. طب لو قال لي أهم بنود العهد العمري، أهم أن لا يسكن بإلياء أحد من اليهود. وهذا إن دل فإنما يدل على تعاليم الإسلام السمح التي أرست قواعد ومبادئ الحب والتعايش السلمي والود بين جميع أطراف المجتمع. السؤال بعدي، مضاد فائدة عكس فائدة، فوز ولا مضرة ولا هزيمة ولا مكسب؟ عكس فائدة، مضرة. مرادف يتم لهم، يتم يتحقق لهم. جمع جبهة جبهات، جمع جبهة جبهات. المراد بشقي الروح، المراد بشقي الروحة حالة متوسطة الصعوبة، شديدة الصعوبة، يسهل الفرار منها. طبعا شقي الروحة، وضع الصليبيين بين شقي الروحة هي حالة شديدة الصعوبة لا يستطيع الفرار منها. جمع الروحة الروحي وأرحية، جمع وغى وغي، روحة روحي، وحي وحي. السؤال اللي بعديه، كيف أصبحت القدس وهي تحت السيادة الإسلامية؟ صلاح الدين دخل إلى مصر مع أسد الدين شيركو، ثم مات أسد الدين شيركو ومات نور الدين محمود، أصبحت القدس تحت يد الصليبيين. خرج صلاح الدين وحد الصفوف مرة أخرى وهزم الصليبيين في موقعة حطين سنة 583 ودخل إلى القدس. ما الذي ترتب على عودة القدس تحت السيادة الإسلامية؟ نعمت بالأمن والأمان، ونعم زوارها وأهلها بالأمن والأمان وحرية العبادة. كثرت وزادت المؤسسات الخيرية والأسبلة، الأسبلة مفردها سبيل، والخانات مفردها خان وهي النزل والفنادق، والحمامات العامة. عاش أهلها في سلام وود ومحبة بين جميع الناس. السؤال اللي بعدي، ما الخطة التي وضعها نور الدين لطرد الصليبيين؟ أيقن نور الدين محمود ابن عماد الدين أنه لا قوة للعالم العربي إلا بمصر، إلا باتحاد مصر والشام.
جرت 3 حملات إلى مصر. إيه بقى الخطة؟ 1. توحيد الجبهة الداخلية، القضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية في مصر، إعادة مصر إلى حظيرة الخلافة العباسية مرة أخرى، وضع الصليبيين بين شقي الروح. هجم نور الدين على دمشق، وهجم صلاح الدين وأسد الدين شريكوه على مصر، وقضوا على الخلافة الفاطمية الشيعية في مصر، وعادت مصر الخلافة السنية العباسية، وبكده استطاعوا أن يضعوا الصليبيين بين شقي الروح. بدأ صلاح الدين في تحرير القدس بالاستيلاء على عكا. حينما استطاع صلاح الدين هزيمة الصليبيين في موقعة حطين، وصل صلاح الدين إلى القدس؟ لا، لم يدخل إلى القدس. هجم صلاح الدين على المدن الساحلية، عكا. ليه؟ ليقطع الإمدادات التي ربما تأتي للصليبيين عن طريق الغرب، عن طريق المدن الساحلية، وبذلك حرمهم من تقوية دفاعاتهم إلى القدس. ودخل إلى القدس، ودخل خطب الخطبة في المسجد الأقصى. محيي الدين ابن زكي الدين شكر الجنود وقال لهم: شكرا لكم أيها الجنود لما بذلتم من مهراق الدماء، وأنزلكم الله الجنة فهي دار السعداء. طيب، أذكر اسمين من الأسماء التي أطلقت على القدس. لو قلنا الأسماء التي أطلقت على القدس: يبوس، إلياء، زهرة المدائن، معبد الشرق، جوهرة الشرق، قدس الأقداس، أورسالم، أورشليم، مدينة العدل. طب ما دور مصر التاريخي؟ دور مصر التاريخي في عصر الدولة الأموية، عبد الملك بن مروان خصص خراج مصر، جمع خراج خروج وأخرجه، 7 سنوات لإعادة إعمار القدس وبناء مسجد قبة الصخر. ولما مات عبد الملك بن مروان، تولى ابنه الخليفة الوليد بن عبد الملك، استكمل ما بدأه أبوه. طب إيه دليلك؟ قال لك كمل ما بدأه أبوه، بنى مسجد قبة الصخرة، وأعاد بناء المسجد الأقصى، وخصص خراج مصر 7 سنوات، وجاء بالعمال والمهندسين والمهرة، فكان البناء غاية في الروعة والفخامة والإبداع. وبكده يا شباب يا محترم، نبقى خلصنا درس القدس بتاعنا. على أمل اللقاء بكم. الحلقة القادمة سوف نضع في اعتبارنا إن احنا هنشتغل المرة الجاية الأدب كله. طب عشان نقف على الأدب محتاجين بعض التركيز قوي في الأدب الفترة اللي جاية. نشد حيلنا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. أتمنى منكم الجد والاجتهاد في العمل، حل امتحانات كتير، الأسئلة اللي بتقف معاكم نحاول نتواصل مع بعض، اللي عنده أي حاجة نقدر نعملها مع بعض. شكرا لكم، وعلى أمل اللقاء بكم المرة القادمة في مراجعة الأدب. شكرا لكم، وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي، مع حلقة جديدة من برنامجكم أستاذ على الهواء. هنعمل فيها مراجعة سريعة ليونت 2. يونت 2 بتتكلم عن الكيميكال أناليسيز. في عندنا نوعين من الأناليسيز. هبدأها بإكزامبل بسيط. لو أنا عندي الووتر H2O، لو أنا عايز أعرف الكومبوننتس بتاعت الووتر، إيه اللي فيه؟ إن فيه أكسجين وهيدروجين، يبقى ده بنسميه qualitative analysis. لكن لو عايز اعرف البيرسنتج بتاع each element، يبقى ده بنسميه quantitative analysis. يبقى احنا عندنا هنا qualitative بالال علشان يوضح لي ان فيه عندي oxygen وhydrogen. فده بنعرف الكومبوننتس بتاعت الايه؟ الكومباوند. لو انا عايز اعرف الهيدروجين البيرسنتج بتاعته كام؟ والأكسجين البرسنتج كام؟ يبقى أنا بتكلم عن quantities، يبقى quantitative analysis. يبقى هنا في الكيميكال analysis في 2 types: qualitative analysis و quantitative analysis. نشوف مع بعض.
لما بنتكلم عن الكيميكال اناليسيز هنا في كواليتاتيف اناليسيز. الكواليتاتيف اناليسيز تو ديتكت ذا كونستيتيوتنتس اللي هي المكونات بتاعت الكومباوند الاليمنتس او الكومبوننتس بتاعته. طيب ده باختصار. طب النوع الثاني اللي هو الكوانتيتيف اناليسيز، الكوانتيتيف اللي هو كمي، ده بيوضح لي البرسنتج اوف ايتش كومبوننت. يعني انا لو عندي ميكستشر اقدر اعرف مكون من ايه، كومباوند مكون من ايه، ده النسب. في النسب يبقى كوانتيتيف اناليسيز. احنا في البدايه بنتكلم عن الكواليتيف اناليسيز. طبعا هنا الكواليتيف اناليسيز لو احنا عندنا بيور سبستنس، البيور سبستنس دي نقدر نتعرف عليه من الفيزيكال بروبرتيز بتاعته، زي الدنسيتي، زي الكوندكتيفيتي، زي الملوكيولار ماس. نقدر نتعرف على السبستنس من الفيزيكال كونستانتس بتاعته. طيب من البويلنج بوينت. طب لو ميكستشر ما نقدرش نعرف الكومبوننتس بتاعت الميكستشر الا اذا فصلناه. يبقى فيرست ماست بي سيبريتد، سكندلي بنقدر نتعرف على ايتش كومبوننت individually لوحده. يبقى هنا سيبريت ايتش كومبوننت then identify for each one. طيب هنتكلم دلوقتي عن الكواليتاتيف كيميكال اناليسيس. في عندنا نوعين، الاورجانيك كومباوندز، ودي بنتعرف عن على الاليمنتس وعلى الفانكشنال جروبس. يبقى بنتعرف على طبعا الاورجانيك كومباوندز معظمها كربون وهيدروجين، وفانكشن جروب اللي هي بتدخل عليها الجزء ده اتلغى، لكن بنتعرف على الاورجانيك كومباوند من الفانكشنال جروب. طيب ده بالنسبه للاورجانيك كومباوند. طب لو كان ان اورجانيك، وده موضوعنا النهارده، يبقى هو خاص بالسولتس. اي سولت بيتكون من انينز، وده اللي هو الاسيديك راديكال، وكاتاينز، ودي اللي هي البيزك راديكالز. نشوف كده الكواليتاتيف اناليسيز ايه الديفينيشن بتاعه؟ هو مجموعه من الكيميكال رياكشنز. طب بنعملها ليه؟ علشان نتعرف على الكومبوننتس بتاعت الكومباوند. يبقى بنقول ان هي سيريز اوف سيتبل تشوزن كيميكال رياكشنز بيرفورمد تو ديتكت ذا كايند اوف مين كومبوننتس. واحنا عرفنا ان اي سولت، اي سولت بيتكون من انايونز، ودي اللي هي الاسيديك راديكال، كاتاينز، ودي اللي هي البيزك راديكال. ان شاء الله هنكشف عن الانايونز اللي موجوده عندنا، سواء كانت اسيديك او بيزك، سواء كانت انايونز او كاتاينز. نشوف كده، هنبدا بالانايونز. يبقى هنا هناخد الايدنتيفيكيشن اوف اسيديك راديكالز. الاسيديك راديكالز انا ممكن اعمل هنا شكل بسيط على البورد، هنشوف فيه هنا الاسيديك راديكال. في عندنا 3 جروبس، HCl جروب، خلاص لو احنا عملنا الدايلوتد هيدروكلوريك اسيد وادانا ايدنتيفيكيشن عرفنا الاسيديك راديكال خلاص. طب لما طلعش من الجروب بتاعت ال HCl يبقى في عندنا جروب اعلى شويه اللي هي كونسنتريتد هوت سلفوريك اسيد. طيب لو ما كانش التو جروبس يبقى بنستخدم اللي هي الجنرال جروب اللي هي البي اي سي ال 2. ده موضوع درسنا النهارده اللي هي الانينز اوف اتش سي ال جروب، اتش 2 اس او 4 جروب، البي اي سي ال 2 جروب. لو احنا بصينا اي اسيد بيتميز بخاصيتين، في خاصيه اسمها الاستابيليتي، هل هو ثابت ولا بيحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن. يبقى عندنا الاسيد يا اما فيه ستيبل يا اما ليس ستيبل. يعني الهيدروكلوريك اسيد بنستخدمه علشان نكشف على السولتس اوف ليس ستيبل اسيدز. ايه هي السولتس دي؟ نبدا نشوفها. طبعا هنا عندنا 3 جروبس اللي هي الانينز اوف اتش سي ال، وفي الانينز اوف كونسنتريتد سلفوريك اسيد، وفي الانينز اوف باريوم كلورايد. لو احنا ضغطنا هنا وشفنا ايه هي الاسيدز اللي موجوده
اللي بيكشف عنها الهيدروكلوريك أسيد. الكربونيك أسيد اللي هو H2CO3 وH2SO3 اللي هو سلفروس أسيد. طيب H2S2O3 اللي هو ثايوسلفوريك أسيد، ثايوسلفوريك أسيد. H2S اللي هو هيدروسلفوريك أسيد، هيدروسلفوريك أسيد. يبقى احنا لو بصينا، وآخر واحد عندنا اللي هو النيتروس أسيد. طيب يبقى الهيدروجين الهيدروكلوريك أسيد جروب هي إيه؟ هي الكربونيت، أدا أول واحد، التاني البيكربونيت، التالت اللي هي السلفايت اللي هي السلفايت، بعد كده في عندنا الثايوسلفيت، بعد كده في عندنا سلفايد، وبعد كده آخر واحد اللي هو النيترايت. نبدأ نشوف الكشف عن كل راديكال من دول. لو احنا بصينا للكربونيت، هنا السولت، السوليد سولت بلس هيدروكلوريك أسيد. لو احنا بصينا لده بيحصل هنا ايه؟ افرفيزنس، شايفين فوران، وبيطلع كربون دايوكسيد جاز. طب الكربون دايوكسيد بيعمل لنا تانيز لايم ووتر ميلكي. يبقى لو احنا بصينا للاول راديكال اللي هو الكربونيت او البيكربونيت، ايه اللي بيحصل مع ال HCl؟ بيطلع الكربون دايوكسيد بيعمل ايه؟ تانيز لايم ووتر ميلكي، بيخليه تربد لانه بتكون الكالسيوم كربونيت. طيب دي فور شورت تايم، لان احنا لو مررنا الكربون دايوكسيد فتره طويله هتتحول البوتاسيوم كربونيت او الكالسيوم كربونيت لبيكربونيت، وبعدين يحصل لها ديزولفينج. طيب بعد كده الاكسبيرمنت الثانيه، السولت مع الهيدروكلوريك اسيد، لو ادانا هنا كلرليس جاز تيرنز اويت بيبر ويز اسيدفايد بوتاسيوم دايكروميت تو جرين، يبقى احنا عندنا هنا الجاز اللي طلع اللي هو السلفر دايوكسيد، وهنا تحولت لجرين لان هي السلفايت جروب. يبقى هنا صوديوم سلفايت وهيدروكلوريك اسيد يدينا صوديوم كلورايد بلس ووتر بلس سلفر دايوكسيد. سلفر دايوكسيد بيحول الكروميت الى كروميوم 3، لونه بيبقى جرين. طيب نفس الاكسبيرمنت، لو طلع جاز with a very bad smell، تاني جاز with a very bad smell عمل ايه؟ turns a paper wet with lead acetate to black. يبقى هنا الجاز اللي طالع اللي هو ال H2S، يبقى الانايون اللي عندنا هو السلفايد. تاني يبقى H2S gas evolves which had a bad smell. It turns a paper wet with lead acetate to black. طيب لو نرجع تاني، احنا شفنا دلوقتي الكربونيت والبيكربونيت، وشفنا السلفايت، نشوف الثايوسلفيت. هنا الثايوسلفيت ايه اللي حصل؟ اتكون يلو بريسبتيت مع ايه؟ مع السلفر دايوكسيد اللي طلع. طب السلفر دايوكسيد عمل ايه؟ turns potassium dichromate into green، حولها للجرين. يبقى احنا هنا سلفر دايوكسيد خلاص، ده احنا شفناه بيحول بوتاسيوم دايكروميت انتو جرين. طب الاضافه ان هو في يولو بريسبيتيت. طب يبقى هنا السولت هو الثايوسلفيت من الثايوسلفوريك اسيد، وبيطلع يدينا اليولو بريسبيتيت اللي هو السلفر. نرجع تاني نشوف، احنا شفنا السلفايد، السلفايد ادانا بلاك بريسبتيت او بلاك مع الليد اسيتيت نفس الجاز خدناها الفتره اللي فاتت. اخر حاجه عندنا اللي هي النيترايت، اتش سي ال مع السولت بيدينا كلرليس جاز، ات ذا توب اوف ذا تيوب بيتحول ل ريدش براون جاز اللي هو نيتروجين دايوكسيد. يبقى هنا كلرليس جاز ايفولفز، it turns reddish brown at the mouth of the tube. طبعا هنا في الحاله دي هيكون السولت نيترايت، السولت هنا هيكون نيترايت. يبقى انا ممكن ان انا اعمل
جزء بسيط للكلام اللي أنا قلته كله عندي على الجزئية دي. إيه هي؟ إن أنا عندي هنا الصوليد سولت بلس دايليوتد اتش سي ال، هيدينا ايه؟ هيدينا كربون دايوكسيد. يبقى عندي الكربونات او البيكربونات، ادي اول واحده. تاني السوليد سولت بلس دايليوتد هيدروكلوريك اسيد، لو ادانا كربون دايوكسيد يبقى يا اما السولت الراديكال كربونات او بيكربونات. طيب لو ادانا SO2 only SO2 اللي بيحول البوتاسيوم دايكروميت انتو جرين، يبقى هنا عندنا سلفايت. طيب لو ادانا سلفر دايوكسيد irritating smell بيحول بوتاسيوم دايكروميت انتو جرين بلس يلو بريسبيتات من السلفر، يبقى في الحالة دي بنسميه ثايو سلفيت. طيب لو اداني H2S، ال H2S بيحول a paper wet with lead acetate into black، يبقى ده سلفايد. طيب آخر حاجة عندي لو ادانا NO colorless بيتحول ل NO2 rich brown at the mouth of the tube، فبنقول ان ده هي النيترايت. هم دول الراديكالز، هم دول الراديكالز of HCl group. الشكل اللي قدامنا بيوضحها. تاني كربون دايوكسيد يبقى كربونيت او بيكربونيت. H2S اللي هو very bad smell gas turns lead acetate into black، ده سلفايد. طيب SO2 سلفر دايوكسيد turns potassium dichromate into green، يبقى ده سلفايد. طب سلفر دايوكسيد مع سلفر اللي هو يلو يبقى ثايوسلفيد. نيتروجين اوكسيد نيتريك اوكسيد اللي هو colorless في البدايه وحصل له اكسديشن ات ذا ماوث اوف ذا تيوب يبقى ريدش براون، يبقى بالتالي نيترايد. هي دي الجروب بتاعت ال HCl. يبقى هنا خلصنا الراديكالز اوف HCl دي اللي هي المين اكسبيرمنت. طيب لو احنا رجعنا هنا تاني وبصينا هنا ال HCl نيتريت، لو احنا دورنا واشتغلنا الجزئيه دي هنا نشوف ده، في عندنا بعض الكونفيرماتوري تيستس زي ايه؟ لو جبنا السولت سوليوشن، السولت سوليوشن وحطيناها على الايودين سوليوشن اللي هو لونه براون، لونه براون، اللون هيختفي. طب ايه اللي بيخلي اللون يختفي؟ الثايوسلفيت. يبقى انا هنا اللون براون، حطيت عليه السولت سوليوشن اختفى اللون. تاني لون براون، حطيت عليه سولت سوليوشن اختفى اللون، يبقى انا عندي هنا ثايوسلفيت. يبقى ثايوسلفيت رياكت وذ ايودين فورمينج صوديوم تتراثيونيت اللي هي كولر ليس. ده بالنسبه للجزئيه دي. طيب طبعا احنا خدنا الجزء ده، وهنا بقى علشان نفرق بين الكربونات والبيكربونات، انا عندي هنا الكربون دايوكسيد طالع في الحالتين مع الكربونات ومع البيكربونات، يبقى بالتالي الهيدروكلوريك اسيد كان تو بي يوزد تو ديفرنشيت بتوين كربونات اند بيكربونات. طب نعمل ايه؟ بنقوم احنا جايبين السولت سوليوشن بلس مغنيسيوم صلفيت سوليوشن. السولت سوليوشن اللي هو الكربونات او البيكربونات،
وحطينا عليه المغنيسيوم صلفيت، طب ايه اللي هيحصل؟ عندي في الحالتين هيكون لي وايت بريسبيتيت. بس هنا ان كولد يبقى كربونيت، لكن لو كونه لي افتر هيتنج تبقى بيكربونيت. تاني to differentiate between carbonate and bicarbonate بنستخدم المغنيسيوم سلفيت سوليوشن، هيديني وايت بريسبيتيت. الوايت بريسبيتيت ان كولد يبقى دي كربونيت، لان المغنيسيوم كربونيت سوليد بتتكون مباشره. طيب لو اتكون افتر هيتنج يبقى ده بيكربونيت. ليه؟ لان المغنيسيوم بيكربونيت هيحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن ويدينا مغنيسيوم كربونيت بلس كربون دايوكسيد بلس ووتر. يبقى انا فرقت بين الكربونيت والبيكربونيت بايه؟ بالمغنيسيوم صلفيت. وده سؤال بيجي، ليه الهيدروكلوريك اسيد كانت بي يوز تو ديفرنشيت بين كربونيت اند بيكربونيت؟ لان ان بوث كيسز هو بيكون الكربون دايوكسيد نفس الناتج. طيب واحنا لازم نبقى عارفين ان كل البيكربونيتس ديزولف ان ووتر بلس البوتاسيوم بلس الصوديوم بلس الامونيوم كومباوندز كلها ديزولف ان ووتر، لازم نحطها في دماغنا. يعني مثلا لما يجي يقول لك ازاي تفرق بين المغنيسيوم كربونيت والبوتاسيوم كربونيت، باي ديزولفينج ان ووتر اللي هيدوب هتبقى البوتاسيوم كربونيت، اللي مش هيدوب هتبقى المغنيسيوم كربونيت. ده بالنسبة للجزء ده. طيب احنا عندنا هنا النيترايت. النيترايت بنستخدم اكسبيرمنت علشان نفرقه او نتعرف عليه ب اسيديفايد بوتاسيوم بيرمنجانيت. لونها بينك، لونها بينك، لونها وردي كده احمر وردي. لو حطينا البوتاسيوم بيرمنجانيت اسيديفايد على السولت سوليوشن الكالر ديسابيرز. لو الكالر ممكن يقول لك فرق بين النيترايت والنيتريت، احنا هناخد النيتريت دلوقتي مع الهيدروكلوريك مع السلفوريك اسيد. فلو احنا حطينا الكالر ديسابيرز يبقى نيترايت. طيب if the color doesn't change يبقى دي نيتريت. يبقى انا اقدر افرق بين النيترايت والنيتريت بالبوتاسيوم بيرمنجانيت اللي هي الاسيدفايد والسلفوريك اسيد. طب هنا ليه اللون بيختفي؟ لان بيحصل رياكشن ودي بيحصل لها اوكسيديشن، لكن النيتريت هي الماكسيمم اوكسيديشن فما بيحصل لهاش تغير. ده بالنسبه اللي هنا. عندنا سؤال او جزئيه مهمه جدا جدا اللي هي السيلفر نيتريت. السيلفر نيتريت فيه 6 اكسبيرمنت خاصه بيها، يبقى لازم ان احنا نفهم ونفرق بين الكومباوندز بتاعتها الراديكالز. لو احنا بصينا للسيلفر نيتريت هنا هيديني هنا وايت بريسبيتيت. وايت بريسبيتيت طيب افتر هيتنج احنا سخنا اتحول لايه؟ ها؟ لبلاك قدامنا اهو. تاني كان وايت بريسبيتيت افتر هيتنج، طبعا الووتر اللي موجود ايفابوريتد وحصل ثيرمال ديكومبوزيشن ادانا سيلفر اوكسايد اللي هو لونه بلاك، يبقى عندنا ديانثالفايت. يبقى انا بتاكد او السيلفر نيتريت بتديني رياكشن مع السلفايت اللي هي بتديني وايت بريسبيتيت تيرنز بلاك باي هيتنج. طيب يبقى هنا الصوديوم سلفايت مع سيلفر نيتريت هيديني هنا طبعا ده وايت بريسبيتيت، المفروض ان هنا في سوليد. افتر هيتنج بيطلع السلفر دايوكسيد ويدينا سيلفر اوكسيد. طيب السيلفر نيتريت هناك كانت ادتنا وايت اتحول لبلاك باي هيتنج، لكن لو ادتنا مباشره بلاك يبقى هنا البلاك السولت سوليوشن بلس سيلفر نيتريت سوليوشن
يبقى هيديني هنا بلاك بريسبيتيت، واضح بلاك بريسبيتيت، يبقى في الحاله دي هيكون سلفايد، هيكون سلفايد. يعني احنا لو بصينا للجزئيه بتاعتنا ان احنا عندنا السيلفر نيتريت بنفرق بها بين تو راديكالز اوف اتش سي ال، لانها موجوده عندنا في اجزاء ثانيه وهنجمعها مع بعض، بين السلفايد تدينا وايت تيرنز بلاك، السلفايد بتدينا بلاك دايركتلي. ده بالنسبه للجزئيه اللي عندنا. طيب احنا كده تقريبا خلصنا الجروب اوف اتش سي ال، هنبدا نتكلم عن الجروب اوف اتش 2 اس او 4 اللي هو السلفوريك اسيد. بصوا معايا، انا عندي هنا اسيد وهنا في سولت، السولت مثلا في ميتال مع اكس، ميتال مع اكس، لو الاسيد ده مور ستيبل ذان ذا اسيد اوف سيس سولت، ايه اللي هيحصل؟ هيدينا ام، لو الاسيد ده افترضنا ان هو واي، واي يدينا سولت للاسيد ده بلس اتش اكس اللي هو الاسيد اللي هو ليس ستيبل، يبقى المور ستيبل اسيدز ريبليسز ذا ليس ستيبل اسيدز ان ذير سولتس. وهو ده الفكره، ان انا عندي H2SO4 سلفوريك كونسنتريتد سلفوريك اسيد مور ستيبل ذان هيدروكلوريك اسيد، مور ستيبل ذان هيدروبروميك اسيد، مور ستيبل ذان هيدرويوديك اسيد، مور ستيبل ذان نيتريك اسيد. طب ايه اللي هيحصل؟ اول ما يحصل رياكشن مع السولتس بتاع ده، لازم خد بالكم ان هنا يكون هوت وكونسنتريتد، هتطلع الاسيدز دي في سوليد جازس نقدر نتعرف عليها. طبعا في دي اللي هي المين اكسبيرمنت، في كونفيرماتوري تيست وهنبدا نتكلم عليهم. يبقى الجروب اوف H2SO4 اللي هو الكونسنتريتد سلفوريك اسيد هي ايه؟ هي HCl اللي هو الكلورايد، ال HBr اللي هو البروميد، HI اللي هي الايودايد. طيب وهنا اللي هي النيتريت، يبقى انا عندي 4 راديكالز 4 H2SO4 اللي هي الكلورايد بروميد ايودايد اند نيتريت. نشوف الاكسبيرمنت، يبقى انا عندي هنا سلفوريك اسيد مور ستيبل ذان اسيدز اوف ذيس سولتس، واحنا قلنا الكلام ده، سو ات ريبليسد ذيم. طيب السلفوريك اسيد هي الكلورايد، نشوف الكلورايد هيطلع لي هنا كولرليس جاز، واضح بيكون ايه؟ وايت فيومز، وايت كلاودز ويز امونيوم، ويز امونيا، فبيكون لي وايت فيومز. طيب يبقى هنا كولرليس جاز ايفولفد فورمز وايت فيومز ويز ارود ويت ويز امونيا سوليوشن، يبقى ده كلورايد. يبقى ده اول كشف عندي اللي هو الكلورايد. يبقى هنا الاكسبيرمنت الاولى ان انا كشفت بيها على الكلورايد، ان انا حطيت ال H2SO4 concentrated and hot، طلع لي HCl جاز، ال HCl جاز مع الامونيا بيديني امونيوم كلورايد اللي هو الوايت فيومز. طيب لو احنا عملنا كده نفس الاكسبيرمنت، يبقى الاولى ادانا وايت فيومز اللي هي السحب بيضاء من امونيوم كلورايد. طيب هنا لو انا بصيت هيديني كلرليس جاز اللي هو اتش بي ار، بيتحول للون ده اللي هو ريدش اورنج، بيتكون البرومين لان بيحصل بارشلي اوكسيديشن فبيدينا بي ار 2. طب في حاجه ثانيه اللي هو بيحول الستارش ليلو، يبقى البرومين evolves، يبقى هنا البروميد، يبقى طلع اتش بي ار بيتحول لريدش براون ريدش اورنج جاز، والبرومين بيحول الستارش ليلو. طيب اللي بعد كده نفس الحكايه، السولت بلس سلفوريك اسيد كونسنتريتد اند هوت، ما ننساش الحته دي. طيب
كونسنتريتد، لان الاسيدز دي الاستابيليتي بتاعتها برضو عاليه، لازم نستخدم هوت كونسنتريتد اسيد. في الحاله دي بيبقى ليكويد، يعني الاسيد هنا بيبقى هاي كونسنتريتد اللي هو ميه النار. وطبعا الاكسبيرمنتس دي بتحتاج عنايه خاصه، مش اي واحد هيشتغلها. هيطلع لي هنا بقى colorless gas turns into violet color fumes، بتحول الستارش لبلو تاني. colorless gas turns into violet fumes زي ما واضح قدامنا كده، turns a paper weight starch into blue. طبعا ده هنا هيكون الايودايد، ده هيكون الايودايد. طيب نفس الاكسبيرمنت، اخر راديكال عندي اللي هو السولت، سوليد سولت مع سلفوريك اسيد اللي هو هوت اند كونسنتريتد سلفوريك اسيد، هيبقى عندي النيتريت. النيتريت هيطلع لي نيتروجين دايوكسيد اللي هو ريدش براون جاز، وده هيزيد لو انا اضفت الكبر. لو الكبر هيزيد النيتروجين دايوكسيد الدنسيتي بتاعته هتزيد زي ما احنا شايفين كده، يبقى هنا النيتريت. طيب بعد كده الدنسيتي انكريزز وذ كبر فيلينجز، يبقى اللي هنا الصوديوم نيتريت مع سلفوريك اسيد كونسنتريتد المفروض ليكويد هيدينا ان اي سي ال بلس اتش 2 او بلس ان او 2. طيب هنا السيلفر نيتريت واللي احنا قلنا عليها وهيبقى لها اختصار كبير جدا عندي، ايه هو؟ لو انا بصيت قبل ما اتكلم عن السيلفر نيتريت، انا قلت ان انا استخدمتها في حاله السلفايد والسلفايد. هنا بقى الاستخدام مهم جدا في الراديكالز اوف H2SO4. يعني انا لو بصيت هنا هيديني وايت بريسبيتات مع السيلفر نيتريت، يبقى السولت سوليوشن بلس سيلفر نيتريت سوليوشن ادانا وايت بريسبيتات. طب الوايت بريسبيتات ده تانيز فايلوت، بتحول للبنفسجي فين؟ ان سان لايت، يبقى ده كلورايد. يبقى هنا وايت بريسبيتات اوف سيلفر كلورايد تانيز فايلوت، بتحول للفايلوت البنفسجي في ضوء الشمس. يبقى السيلفر نيتريت بستخدمها ان انا اكشف عن الكلورايد. طيب هيديني ايه؟ السيلفر كلورايد هو البريسبيتيت عندي. فيها مشكله؟ ما فيش فيها اي مشكله. طيب نفس الاكسبيرمنت، السيلفر نيتريت مع السولت سوليوشن، هناك كان ادانا وايت بريسبيتيت، ان سان لايت التيرنز فايلوت، ده الكلورايد. طب هنا هيديني ايه؟ يلوش وايت، يعني لون اصفر ابيض مصفر، يبقى ده البروميد. يعني السيلفر نيتريت، سيلفر نيتريت بيتميز بين الكلورايد والبروميد والايودايد، يبقى ثلاثه مشتركين معاها، يبقى هي مهمه جدا. لا هي مشترك معاها سته كمان وهنشوفهم. يبقى هنا هيديني البروميد. طيب وايت يلو بريسبيتيت اوف سيلفر بروميد بيتحول للدارك، لونه بيغمق كده في الشمس لكن ما بيتحولش للفايلوت، بيغمق. طبعا هنا هيكون البرومايد. تمام. لو احنا بصينا للسولت سوليوشن بلس سيلفر نيتريت هيديني ايه؟ هنا بقى اداني يلو بريسبيتيت، هنا اداني يلو بريسبيتيت. اليلو بريسبيتيت من السيلفر ايودايد، ماله؟ انسوليبل ان امونيا سوليوشن، لان ده في فرق بينه وبين واحد تاني اللي هي الفوسفيت. يبقى لما يكون في اتنين كان بي كونفيوزد ويز اتش اذر لازم نركز عليهم. يبقى السولت سوليوشن بلس سيلفر نيتريت سوليوشن هيديني يلو بريسبيتيت اوف سيلفر ايودايد. طيب انسوليبل يعني ما بيدوبش ان امونيا سوليوشن ان امونيوم هيدروكسيد، يبقى ده الايودايد. وزي ما واضح قدامنا ان احنا عندنا يلو بريسبيتيت.
طيب يبقى انا هنا السيلفر نيتريت اللي هنجمعه كله من البدايه لو كان هنا وايت بريسبيتيت تيرنز بلاك باي هيتنج يبقى ده سلفايد. هنجمع كل السيلفر نيتريت راديكالز اللي بنستخدمها اللي نكشف عليها في سلايد واحده احنا شرحناها. تمام؟ يبقى انا عندي هنا السولت سوليوشن بلس سيلفر نيتريت هيديني وايت بريسبيتيت تيرنز بلاك باي هيتنج. يبقى ده سلفايد. لو ادانا بلاك بريسبيتيت واضح اهو يبقى مباشرة ده سلفايد. لو ادانا وايت بريسبيتيت تيرنز فايلوت يبقى ده كلورايد. لو ادانا وايت يلو بريسبيتيت تيرنز دارك ان سان لايت يبقى ده برومايد. لو ادانا يلو بريسبيتيت انسوليبل ان امونيا سوليوشن يبقى ده ايودايد. في واحد هناخده بعد شويه اللي هو هيدانا يلو بريسبيتيت ده يلو بريسبيتيت بات سوليبل ان امونيا سوليوشن اند دايلوتد اسيدز فده بيبقى الفوسفيت. تاني الشكل اللي قدامي ده شكل في منتهى الجمال يعني ده ممتاز ان انا اشوف السلفايد كان وايت بريسبيتيت تيرنز بلاك سلفايد بلاك هنا سيلفر كلورايد لونه وايت تيرنز فايلوت هنا برومايد لونه يلوش وايت ابيض مصفر هنا يلو بريسبيتيت الايودايد اخر واحد كان يلو ديزولفز ان سوليبل ان امونيا سوليوشن اور دايلوتد اسيدز اللي هو الفوسفيت. احنا دلوقتي يا شباب عملنا ال HCl جروب كشفنا فيها عن الكربونات والبيكربونات والسلفايت والثايوسلفيت الثايوسلفيت والسلفايد والنيترايت. دي اللي هي ال HCl جروب. طيب لو السولت ما طلعش من دول نبدا نتجه لل H2SO4 concentrated hot جروب اللي هي بتشمل الكلورايد البرومايد الايودايد والنيتريت. وخدنا الكونفرماتوري تيست لكل واحده وهنشوفها. طب لو ما طلعش من ده يبقى احنا بنستخدم على المين جروب او الجنرال جروب اللي هي الباريوم كلورايد. الباريوم كلورايد بتشمل تو راديكلز اللي هي السلفيت واللي هي الفوسفيت. يبقى لو انا جبت السولت سوليوشن بلس باريوم كلورايد سوليوشن في الحالتين هنا يا شباب هيديني هنا وايت بريسبيتيت وايت بريسبيتيت بس في حاله السلفيت انسوليبل ما بيدوبش لكن في حالة الفوسفيت سوليبل سوليبل ان اسيدز ان دايلوتد اسيدز ان دايلوتد اسيد. نشوفها بسرعة علشان الوقت ما يدهمناش. يبقى انا عندي هنا وايت بريسبيتيت. الوايت بريسبيتيت في الحالتين هنا بقى لو كان حطينا اسيد فحصل له سوليبل على طول ده يبقى ديزولف ان دايلوتد اسيد يبقى ده فوسفيت. يبقى الفوسفات مفيش لا ال H2SO4 ولا ال HCl نقدر نكشف على الفوسفات بيهم فبنستخدم الباريوم كلورايد فبيدينا وايت بريسبيتيت ديزولفز ان دايلوتد اسيدز. طبعا وهنا الاكسبيرمنت والايكويشن موجوده قدامنا. طيب
لو ادانا هنا الفوسفيت احنا لسه قايلينها، لو حطينا عليه سيلفر نيتريت هيدينا يلو بريسبيتات سوليبل ان امونيا سوليوشن، طبعا ده هيكون الفوسفيت. تمام. هنا الباريوم كلورايد، هنا ادانا وايت بريسبيتات. طب الوايت بريسبيتات في الحاله دي ده انسوليبل ان اني ثينج، السلفيت ما فيش حاجه بتقدر تدوبها لان هو ذا موست ستيبل اسيد، في اثبت منه لكن هو فيري ستيبل انسوليبل ان دايلوتد اسيد، يبقى ده السلفيت اللي هو SO4. وهنا BaCl2 بلس Na2SO4 هيدينا NaCl بلس BaSO4 اللي هو سوليد. ولو احنا بنحسب الاكواليبريم كونستانت اللي هو في يونت 4 ما بندخلش السوليد في الكالكوليشنز، وبناخد بالنا من النمبر اوف مولز لازم تبقى في الباور. طيب علشان نعمل كونفيرماتوري تيست للسلفيت مع الليد اسيتيت، ايه اللي هيحصل مع الليد اسيتيت؟ هيدينا وايت بريسبيتيت، هيدينا وايت بريسبيتيت من الليد سلفيت اهو، يبقى ده سلفيت. تاني سولت سوليوشن مع ليد اسيتيت سوليوشن هيدينا وايت بريسبيتيت اوف ليد سلفيت، يبقى ده السلفيت. طبعا هنا ليد اسيتيت مع صوديوم سلفيت هيدينا صوديوم اسيتيت، وممكن احنا نستخدم الصوديوم اسيتيت في الدراي ديستيليشن نطلع الميثين مع الباريوم الليد سلفيت اللي هي الوايت بريسبيتيت. ده بالنسبه للانايونز اللي عندنا. يبقى احنا دلوقتي النهارده خدنا الديتكشن اوف اول انايونز. هو انا معلش لان الوقت فكان لازم في عجاله ما عندناش وقت، فلازم نقولها، المفروض ان هي بتبقى براكتيكال وبتبقى اوضح، لكن في ضوء الظروف وفي المعطيات اللي احنا بنعملها بنحاول نقدم لكم حاجه توصل المعلومه ليكم بسهوله. لو انا رجعت خدت الفيديو ده ريفرنس وبدات اشغله جزء جزء واكتب اللي انا شفته، الاقيني جمعت كل الانايونز، جمعت كل الانايونز اللي عندي، وهيجي عليها اسئله وهنشوف الاسئله في الحلقه اللي جايه. يعني الحلقه اللي جايه ممكن ان احنا نعملها ريفيجن على الايه، على الانايونز بعد ما ناخد الكاتاينز، وبالتالي احنا خلصنا كل الانايونز ديتكشنز اللي هي HCl H2SO4 والBaCl2. يا ريت ان احنا نتابع الحلقه، والعمليه سهله جدا، وباذن الله كلنا انتم دلوقتي فعلا الجنود اللي شغاله، وكل الستاف والكاست اللي موجود كلهم بيعملوا علشانكم. انا عارف ان كل الطلبه اللي في الدوله كلها ريحوا شوي ما عدا ثالثه ثانوي، انتوا اللي عليكم العين، فياريت نتحمل واعرف ان دي سنه مستقبلك. اتمنى ان انا اكون فدتكم بجزئيه بسيطه، والى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أستاذ على الهواء. طبعا إحنا عملنا قبل كده ريفيجنز على الألجبرا والسوليد، وعملنا على الكالكلس، وعملنا ستاتكس، فتبقى لنا الداينامكس. إن شاء الله النهاردة هيكون عندنا ريفيجن الداينامكس بإذن الله. طبعا الداينامكس عبارة عن موضوعات مرتبطة كلها ببعضها تقريبا. نتكلم عن الفيلوستي، يعني الأكسلريشن، البوزيشن، التايم، نتكلم عن المومنتم، ونتكلم عن نيوتن لوز فيرست وسكند وثيرد، ونتكلم كمان عن الامبلس. طيب تعالوا كده نبدا على طول مباشره ونشوف اول سؤال معانا ايه هو. السؤال الاول بيقول لي if x equal 2 squared minus 3t plus 2 then the particle changes its motion when. طيب هو ايه الاكس يا شباب؟ الاكس طبعا هو البوزيشن بتاع البادي، البوزيشن فيكتور بتاع البادي.
معمول مكتوب in terms of t، يعني هي عباره عن function في التايم. البوزيشن بيتغير مع التايم، x equal t square minus 3 plus 2. طيب مطلوب مني اعرف امتى البادي ده changes its motion او change its direction يعني. طب هو البادي بيعمل change للدايركشن امتى؟ حد فاكر يا شباب؟ تمام، البادي بيعمل changing للدايركشن لما الفيلوسيتي تبقى بزيرو. طب ما تيجوا الاول نشوف احنا كنا بنعمل ايه. مديني choices، ال choices t equal 1 و t equal 2، يعني بيغير الموشن بتاعته او الدايركشن بتاعه عند التايم 1 والتايم 2، ولا عند التايم 1 ولا عند التايم 2 ولا عند التايم 1.5. بصوا يا جماعه هفكرك بحاجه الاول. اول حاجه عندك حاجه اسمها displacement. displacement بتاعت البادي هي عباره عن الديستنس او displacement اللي بيمشيها from x node to x، يعني بنعمل x minus x node اللي هو الفاينل بوزيشن minus الانيشال بوزيشن. تمام، بعد كده بنعمل ايه؟ بنجيب الفيلوسيتي. بنجيب الفيلوسيتي ازاي؟ بنجيب الفيلوسيتي عن طريق ان احنا نعمل الدريفيتيف للفانكشن الاس. الفيلوسيتي هي عباره عن الدي اس باي دي تي، او هي عباره عن الدي اكس باي دي تي. الاكس والاس، الاكس والاس مش هتفرق قوي معايا هنا في الدريفيتيف، لان هيبقى الفرق بينهم هيبقى في كونستانت، والكونستانت الدريفيتيف بتاعه بزيرو. فتقدر تقول ان الفيلوسيتي ايكوال دي اس باي دي تي او دي اكس باي دي تي. بعد كده الاكسلريشن هي عباره عن الريت اوف تشينج اوف ذا فيلوسيتي، يعني تعمل دريفيتيف للفيلوسيتي فيدي لك الاكسلريشن. مطلوب مني اجيب فيلوسيتي. طب قبل ما اجيب الفيلوسيتي محتاج اجيب اكس نود، ومحتاج اجيب الاكس الاس، ومحتاج اجيب الفيلوسيتي. تعالى بقى نشوف الاول. ذا بادي تشينجز الدايركشن موشن وين الفيلوسيتي بزيرو، لما الفيلوسيتي احنا قلنا الكلام ده. طيب ثانيا الفي ايكوال دي اكس باي دي تي. تمام، طيب هنجيب الدريفيتيف. دريفيتيف الفي الاكس ايكوال، انت عندك تي سكوير، نرجع بقى شويه كالكولس. تي سكوير ماينس 3 تي، دريفيتيف تي سكوير 2 تي، دريفيتيف 3 تي 3، ودريفيتيف 2 0. كده انا عندي الفيلوسيتي. طيب مش احنا اتفقنا ان الفيلوسيتي بزيرو؟ تعالى نحط الفيلوسيتي بزيرو. حطينا الفيلوسيتي بزيرو. 2t minus 3 equals 0، تفتكر التي بكام؟ مظبوط، التي ب 1.5. 3 over 2 اللي هي 1.5. يبقى البادي changed its motion لما التايم بيكون equal 1.5 او after 1.5 seconds. تعالى نشوف الاكزامبل اللي بعده. اكزامبل نمبر 2 بيقول لي a particle moves in a straight line. The algebraic measure of its velocity equal، مديك ال velocity in terms of t function في التايم، t square minus 4t minus 5. Then it reaches the maximum velocity after a time of magnitude كام؟ السؤال بقى هو عايز ايه؟ عاوز التايم اللي عنده البادي دوت بيوصل للماكسيمم فيلوسيتي. يعني ايه ماكسيمم فيلوسيتي؟ تفتكر لو انت بتسوق عربيتك وماشي على الطريق وعمال تاكسلريت تزود سرعتك لغايه ما وصلت للماكسيمم فيلوسيتي، هتعرف تزود بقى كده؟ لا، هتفضل ماشي بيها على طول. يبقى الماكسيمم فيلوسيتي معناها ان انت ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. ازاي يونيفورم؟ ايوه، ما انت ماشي بسرعه مش قادر تعديها، مش هتقدر تجيب اكتر منها. فالماكسيمم فيلوسيتي في هذه الحاله هتبقى هي اليونيفورم فيلوسيتي. طيب ولما يكون عندك يونيفورم فيلوسيتي ايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟ يونيفورم فيلوسيتي معناها ان الاكسلريشن ايكوال زيرو. ما هو الكلام منطقي، ما انت مش هتعرف تاكسلريت، يبقى الاكسلريشن ايكوال زيرو. طب تعالى نشوف كده التشويسز. هل يا ترى عند التايم ب 5 ولا التايم ب 1 ولا التايم ب 2 ولا التايم ب 4؟ تعالى نشوف. انا قلت الاكسلريشن بزيرو، يبقى انا محتاج اعمل اجيب الاكسلريشن. وانا لسه قايل لك من شويه الاكسلريشن هي الريت اوف تشينج اوف الفيلوسيتي، او هي الدريفيتيف بتاع الفيلوسيتي. طيب هنجيب هو كاتب لك انا البادي ريتش ذا ماكسيمم فيلوسيتي لما الاي بزيرو. الفي اهي قدامك، هات الاي منها بقى اللي هو الدريفيتيف دي في باي دي تي. الاي ايكوال دي في باي دي تي. تمام، يعني الاي ايكوال الدريفيتيف بتاع تي سكوير 2 تي، والدريفيتيف بتاع النيجاتيف 4 تي نيجاتيف 4، وال 5 مفيش دريفيتيف. تعالى نحط الـ A بزيرو فيطلع ايه؟ طبعا كنا لاحظنا خلاص ان 2t equal 4 معناها ان t equal 2، يعني عند التايم ب 2 البادي بيكون وصل its maximum velocity. طيب تعالى نشوف الاكزامبل اللي بعده. اكزامبل نمبر 3 بيقول لي if x equal 6t minus t squared then the distance traveled within the time interval من 0 ل 6. عند الديستنس بقى نقف شويه. يعني ايه ديستنس ترافلد؟ هو في فرق بين الديستنس والديسبيسمنت؟ طبعا. ايه الفرق؟ لو حضرتك ماشي في ستريت لاين وعملت ديستنس وكملت في نفس الدايركشن وعملت ديستنس ثانيه، المجموع بتاعهم الديستنس التوتال ديستنس هي نفسها الديسبيسمنت، انك ماشي في نفس الدايركشن. لكن لو مشيت في الدايركشن ده وعملت ديستنس او ديسبيسمنت ورجعت غيرت اتجاهك ورجعت في الاوبس دايركشن وعملت ديسبيسمنت ثانيه، الديستنس هنا غير الديسبيسمنت.
الديستنس هي السم اوف الديستنس اللي انت مشيتها سواء في الدايركشن ولا في الاوبوزيت. اما ديسبيسمنت فهو خد بالك بيكون عباره عن اللي في السيم دايركشن ماينس اللي في الاوبوزيت دايركشن، او اللي في وان دايركشن ماينس اللي في الدايركشن الثاني. اذا لما بيتكلمي عن ديستنس لازم اعرف البادي عمل تشينجنج للدايركشن بتاعته امتى، لان انا لو البادي عمل تشينجنج للدايركشن يبقى هضطر ان انا اجيب الديسبيسمنت بيفور تشينجنج الدايركشن والديسبيسمنت افتر تشينجنج دايركشن، واخد الابسولوت بتاع كل واحد منهم لان ديستنس مفيش ديستنس بالنيجاتيف واعملهم بلس بعض. يبقى معنى الكلام ده انا محتاج الفيلوسيتي، ومحتاج اعرف الفيلوسيتي بزيرو امتى. ليه؟ لان انا لسه قايل لك من شويه لو الفيلوسيتي بزيرو البادي بيتشينج اتس دايركشن، وانا محتاج اعرف هو امتى بيعمل تشينج الدايركشن. طب محتاج اجيب الفيلوسيتي، التشويس قدامك هي 0 9 و 18 و 36. طيب اول حاجه هعملها هجيب الاس، لان انا محتاج الفيلوسيتي. نمشي بالترتيب، الفيلوسيتي عشان تتجاب لازم يكون في ديسبيسمنت، والديسبيسمنت هي عباره عن الاكس ماينس اكس نود فاينل بوزيشن ماينس انيشال بوزيشن. طب الاكس عندك ب 6 تي ماينس تي سكوير، طب الاكس نود هنحط التي ب 0 فهيطلع 0، فيبقى الاس ايكوال 6 تي ماينس تي سكويرد ماينس 0. يعني هي اس هي نفسها الاكس. طبعا البادي ده واضح ان هو ستارتنج اتس موشن من الاوريجن بوينت. عرفت منين؟ انك لما تحط التي ب 0 يطلع لك الاكس ب 0. تمام، تعالى بقى نشوف الاس هتبقى بكام. اس ب 6 تي ماينس تي سكوير مظبوط. طب نجيب الفيلوسيتي، انا لسه قايل لك من شويه تو جيت ذا ديستنس كفرد وي بوت في ايكوال 0. هي فين الفي يا مستر؟ هجيبها حالا بالدريفيتيف بتاع الاس. الفي ايكوال دريفيتيف ال 6 تي ماينس تي سكوير، دريفيتيف ال 6 تي ب 6 كالكلس يا جماعه ما حدش ينسى، دريفيتيف التي سكوير نيجاتيف 2 تي. ناخد الفيلوسيتي نحطها ب 0، طلع ان التي ايكوال 3. ايه ده؟ البادي ماشي من 0 ل 6 وبيعمل تشينجنج للدايركشن عند التي ب 3. يبقى معنى كده ان هو عمل ديسبيسمنت قبل 3 وعمل ديسبيسمنت بعد 3. هجيب الديسبيسمنت دي بالابسولوت بتاعها، يعني الماجنيتيود بتاعها عشان تبقى ديستنس، وهجيب الماجنيتيود بتاعها افتر 3 واعملهم بلس بعض. ماجنيتيود يعني مودولس يعني ابسولوت فاليو. يبقى اذا شوف الاول 3 دي بتوين 0 و 6، 3 بتوين 0 و 6 مظبوط خلاص كده. تعال نجيب الديستنس بقى. يبقى الديستنس عباره عن الديسبيسمنت قبل 3 يعني من 0 ل 3 بلس الديسبيسمنت بعد 3 يعني من 3 ل 6. كلام سليم. طب الديسبيسمنت عند من 0 ل 3 احنا هنعوض في الاس اللي احنا جبناها فوق دي اللي هي 6 تي ماينس تي سكوير ب 3 بعدين ماينس ب 0 ديفينيت انتجرال خدناه ماينس الكلام ده ماينس لما نعوض ب 0 بعد كده بلس الابسوليوت فاليو اوف الديسبيسمنت برضو بس من 3 ل 6 نعوض ب 6 مره ونعوض ب 3 مره ونعملهم ماينس بعض فهيطلع عندي ايكوال 18 متر. هو ده الديستنس كفرد فروم 0 تو 6. خلي بالك انا كان ممكن لو انا هجيب الديسبيسمنت ما كنتش محتاج اعمل كل ده، الديسبيسمنت على طول هي عباره عن الدريفيتيف. نعمل الدريفيتيف نجيب الاس سوري اكس ماس اكس نود ونعوض على طول ب 6 او نعوض من 0 ل 6 يعني هتطلع هي ب 6 فهتطلع ساعتها 0. لو فكرت ودورت عليها كويس تطلع 0. تمام، تعال نشوف الايه اللي بعده. النظام اللي بعده بيقول لي the displacement vector of a particle moving in a straight line، مديك الديسبيسمنت بتاعت البارتكل s equal 1 over 3 t power 3 minus 2 t power 2 plus 3 t in direction of c. بيقول لي بقى the motion is accelerated in the interval of time a. يعني ايه accelerated؟ البادي هو ماشي مش بيمشي ابدا بيونيفل فيلوسيتي بس ولا باكسلريشن بس ولا بديسلريشن بس. البادي بيعمل اكتر من موشن، مره بيبقى ماشي بين فيلوسيتي مره بيقف مره بيعمل اكسلريشن مره بيعمل ديسلريشن. طب ايه اللي بيعرفني اذا كان هو اكسلريتنج ولا ريترديشن يعني اللي هو ديسلريتنج ولا يونيفل فيلوسيتي؟ اللي بيعرفني ده رول بتقول لك ان لو الفيلوسيتي والاكسلريشن هافينج ذا سيم ساين في انترفال معينه ده معناه ان الفي اي اكبر من زيرو، سيم ساين يعني بوزيتيف يعني الاثنين بوزيتيف او الاثنين نيجاتيف، فيبقى البرودكت بتاعهم اكبر من زيرو. ده معناه ان البادي ده بيأكسلريت، مش زي ما انت كنت فاهم قبل كده ان الاكسلريشن بتبقى بوزيتيف يبقى البادي بيأكسلريت، لا لازم الفي والاي. فالرول بتقول لك على جنب اهي، لو الفي والاي الاثنين اكبر من الفي اي تايمز بعض، في اي اكبر من زيرو يبقى البادي بيأكسلريت، لو البرودكت بتاعهم اصغر من زيرو يبقى البادي بيعمل ريترديشن. طب هعمل ايه انا دلوقتي؟ محتاج اجيب الاي والفي. طب انا عندي الاس والاس بجيب منها الاي عادي الفي عادي جدا بالدريفيتيف اللي هو ريتيف تشينج. جميل، عملت دريفيتيف على طول بقى احنا فهمنا 1 اوفر 3 في تي باور 3، 3 بتنزل بتتعمل تايم 1 اوفر 3 ب 1 وينقص من الباور 1 يبقى تي باور 2.
ماينس 2 تي باور 2 ديريفيتيف بتاعها برافو عليك نازل ال 2 جنب ال 2 تبقى 4 تي و 3 تي ديريفيتيف بتاعها 3. كلام سليم كده انا جبت الفي. نجيب كمان الاكسلريشن. بس قبل ما اجيب الاكسلريشن عملت حاجه ظريفه قوي، عملت فاكتورايزنج ليها عشان اعرف بس التايم بكام. فعملت فاكتورايزيشن ليها طلعت تي ماينس 1 وتي ماينس 3. تعال نجيب الاكسلريشن اللي هي الديريفيتيف بتاع الفي، هيطلع 2 تي ماينس 4 ديريفيتيف تي سكوير ماينس 4 تي بلس 3 2 تي ماينس 4. برضه هاخد 2 كومن فاكتور عشان اعرف الاكسلريشن 2 في كومن فاكتور 2 ماينس 2 بلاك. طيب هو عاوز الاكسلريشن، انا كاتب لك عندك في الباب اللي جنب دي اكبر من الزيرو، يبقى لازم اخد الفي والاي تايمز بعض اكبر من الزيرو. الفي ايه اكبر من الزيرو؟ يبقى 2 في تي ماينس 1 في تي ماينس 2 في تي ماينس 3 اكبر من الزيرو. ده معناه ايه؟ ده معناه ان عندي 3 تايم عندهم الفانكشن بيعمل تشينجنج للدايركشن او بيغير سرعته او الاكسلريشن بتاعته 1 و2 و3. طب كنا بنعمل حاجه ظريفه جدا، بنرسم نمبر لاين، وعلى النمبر لاين دوت بنكتب اللي احنا وصلنا له 1 و2 و3 وما تنساش الزيرو. ايوه الزيرو مش موجود يا مستر. لا ما هو اي موشن بتبدا من زيرو، التايم الستارت بتاعك زيرو. فانا هحط على النمبر لاين ده 0 و1 و2 و3 اللي احنا وصلنا لهم. جميل. طيب تعالى بقى نشوف، هنعمل تيستنج للساين اوف فانكشن. هخلي الفي فوق مثلا وهجرب برقم او نمبر بتوين 0 و1 واشوف هيطلع بوزيتيف. هنعوض مثلا بهاف فين؟ في الفي بس، انا بتكلم في الفي. هنعوض بهاف في الفي، عوضنا بهاف طلع بوزيتيف، عوضنا ب 1.5 اللي هي بتوين 1 و2 طلع نيجاتيف، عوضنا بتوين 2 و3 باي نمبر اللي هو مثلا 2.5 طلع نيجاتيف، عوضنا بعد ال 3 باي رقم ولكن 4 طلع بوزيتيف. يبقى ده معناه ان الساين بتاعت الفي قدامك ايه؟ بوزيتيف من 0 ل 1، نيجاتيف من 1 ل 2، نيجاتيف من 2 ل 3، بوزيتيف من 3 لانفينيتي. طب نعوض بقى، نجيب الاكسلريشن نشوف الساين اوف ذا اكسلريشن بوزيتيف امتى نيجاتيف امتى. تعال نعوض في الاي، الاي اللي هي اللي لونها اخضر دي a 2 في t ماينس 2. هنعوض برضو بنفس الارقام او باي نمبرز بتوين 0 و 1 هنعوض، هيطلع لي بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. طيب متفقين مع بعض ان البادي بيكون اكسلريتنج لما بيكون الاي والفي ليهم ذا سيم ساين. سيم ساين يعني الاثنين بوزيتيف توجذر او الاثنين نيجاتيف توجذر. انا شايف ان الاثنين نيجاتيف توجذر من 1 ل 2 والاثنين بوزيتيف مع بعض من 3 لانفينيتي. ففي هذه الحاله نعرف ان الفانكشن البادي دوت بيعمل اكسلريشن في الانترفال من 1 ل 2 يونيون في الانترفال من 3 لانفينيتي، يبقى التشويس بتاعي اللي هو تشويس دي. كلام سليم. تعالوا نشوف يا جماعه ايه اكزامبل نمبر 5. اكزامبل نمبر 5 بيقول لي A particle moves in a straight line and its equation of motion is given by the rule x equal tan t. Trigonometric بقى. Then the acceleration of motion. عادي جدا، سؤال عادي ومديني choices بتاعتي، هل هي vx ولا 2vx ولا half vx ولا 0؟ طيب انا محتاج ايه؟ انا قلت acceleration، عشان اجيب acceleration بجيب الاس واعمل لها بالظبط derivative واجيب الderivative بتاع ال v يطلع الاكسلريشن. طيب اجيب الاس ازاي؟ محتاج اكس نود. يلا شباب الاكس ايكوال تان تي. اكس نود يعني حط التايم بزيرو، يبقى تان زيرو، تان زيرو بزيرو خلاص مش تفرق. في هذه الحاله يبقى الاس هي الايه؟ هي الاكس. فيطلع الاس بتاعي ايكوال اكس ماينس اكس نود، يعني الاس ايكوال تان تي برضه. طيب نجيب الفيلوستي، خلاص الموضوع بقى سهل. فيلوستي ديريفيتيف، ديريفيتيف تاني يا شباب تريجنومتري كالكلس، ديريفيتيف بتاع التان 6 سكوير مظبوط، يبقى الفي ايكوال 6 سكوير تي. محتاج اجيب الاكسلريشن، خد بالك 6 سكوير دي يعني سيك تي اول تو ذا باور اوف 2. الاكسلريشن بننزل الباور اللي هو 2 في ديريفيتيف السيك، في السيك نفسها يعني في ديريفيتيف السيك اللي هو سيك تان. فتبقى الاكسلريشن ايكوال 2 في سيك، في سيك تان يعني 2 سيك سكوير تان. بص كده هعلم لك على الاكس وعلى الفي، سوري على الفي وعلى الاكس والفي. عندك الاكس هي تان تي والفي 6 سكوير تي. طب ما هم موجودين عندك في الاي اهو، يعني انا اقدر اشيل بدل ال 6 سكوير دي اشيلها احط مكانها في، واشيل ال 10 تي واحط مكانها اكس عندك في الباوربوينت. فيطلع عندك ال A ايكوال في الاخر 2 في اكس. خد بالك من حته السبستيتيوشن دي مهمه جدا تاخد بالك، لانه هو ما جابلكش في الاختيارات ان ال A ايكوال 2 6 سكوير تي في 10 تي، لا انت لازم ترجع للفانكشن الاصليه وتشوف ال V والاكس. تعالوا نشوف نمبر 6. نمبر 6 بيقول لي if v equal 3x to the power of 2 minus 4x then
A equal كام سنتيمتر بير سكند سكوير لما الـ X بـ 2 متر. هنا في حاجة بقى مختلفة، احنا كل مرة كنا بناخد ريليشن بتوين الـ V والـ T، المرة دي مديني ريليشن بتوين الـ V والـ X. بس عادي، أنا عندي برضه رول بتقول لك إن، أفكرك بالرول، إن الـ A equal V في dV by dx ما فيهاش T خالص. الـ A equal الـ velocity معمولة تايمز dV by dx. طيب انا هستخدم الرول دي ازاي؟ اعمل ديريفيتيف عادي جدا، بس انا في الاول لو كانت الفانكشن دي ان تيرمز اوف تي فاعمل ديريفيتيف اجيب الايه على طول، لكن لما اكون الفانكشن ان تيرمز اوف اكس لا، انا بعمل ديريفيتيف واجيب الدي في باي دي اكس وهرجع اعمله كمان تايمز الاوريجينال فانكشن الاي في تاني، لان الرول بتقول لك اي ايكوال في في دي في باي دي اكس. طيب تعال نعمل ديريفيتيف، الفي ب 3 اكس باور 2 ماينس 4 اكس، ديريفيتيف بتاعها 6 اكس ماينس 4، خلاص حفظنا الديريفيتيف بقى. طيب تعال نجيب الـ A، الـ A equal V في dV by dx، أدي الـ V قدامك وأدي dV by dx قدامك، تايمز بعض، يعني 3x power 2 minus 4x معمولة تايمز 6x minus 4. هو أنا لازم أسمبليفاي ليه؟ ما أنت هتعوض كده كده بالـ X بـ 2، يعني ما تضيعش وقتك في حاجة مش هنحتاجها، ما أنتش محتاج تعمل سمبليفاي خالص. هنعوض عن X بـ 2، يعني تبقى 3 في 2 power 2 minus 4 في 2 معمول تايمز 6 في 2 minus 4. فتطلع في الاخر ايكوال 32 متر بير سكند سكوير. تعال نشوف الايه اكزامبل اللي بعده. اكزامبل نمبر 7 بيقول لي برضه لسه ستيل في اول، احنا في اول تشابتر اللي هو بتاع ديفرنشيشن اند انتجريشن اوف فيكتور فانكشنز. ال v ايكوال 3t ماينس 2، وبيقول لك الديسبيسمنت ديورينج ذا تايم انترفال من 0 ل 2 ايكوال كام؟ خلي بالك انا كنت بديك الاكس واطلب الاس عادي جدا بتعمل ديريفيتيف، او بتعمل اس ايكوال اكس ماينس اكس نود، لكن لما ادي لك انا الفي بقى واطلب منك الاس ده هيبقى ايه يا شباب؟ احنا ماشيين بالعكس، ده فعلا ده انتجريشن، برافو عليك. يبقى انا عامل انتجريشن ازاي؟ في خطوات مهمه تبقى ماشي عليها عشان ما تتلخبطش. اول حاجه بتعملها ادي القانون بيقول لك ان الفي ايكوال دي اس باي دي تي، وانت عارف، فانا هشيل الفي واحط مكانها دي اس باي دي تي عادي جدا. يبقى دي اس باي دي تي ايكوال 3 تي ماينس 2. دي اسمها ديفرنشال ايكويشن، يعني بتبقى فيها ديريفيتيف وفيها فانكشن. دي نحلها ازاي؟ لازم اخلي الدي اس في ناحيه والدي تي في ناحيه عشان اعرف اعمل انتجريشن. فبودي الدي تي ناحيه الثانيه في الابس دايركشن، فتبقى دي اس ايكوال 3 تي ماينس 2 في دي تي. تمام، الشكل ده سهل قوي ان انا اعمل لي انتجريشن، لان في دي اس هنا وفي دي تي هنا، فاحط انتجريشن هنا واحط انتجريشن هنا. بس الانتجريشن بتاع 3 تي ماينس 2 هو مديني التايم بتاعي من 0 ل 2. خد بالك في السؤال، بص في السؤال بيقول لك ان التايم انترفال بتاعتك فروم 0 تو 2. حلو قوي، يبقى انا عندي الديفينيت انتجرال اللي انا عارفه في الكالكولس هعوض بيه عادي جدا، بس هعمل الاول انتجريشن. يبقى الاس الانتجريشن دي اس اس انتجريشن 3 تي ماينس 2 ب 3 اوفر 2 تي باور 2 ماينس 2 تي من كام لكام؟ من الديفينيت انتجرال من 0 ل 2. طيب هنعوض عن التي مره ب 2 ومره ب 0 وماينس بعض. نفس اللي عملناه في الاكزامبل اللي فات، عوضنا عن التي ب 2 مره وب 0 مره وماينس بعض، هيطلع الديسبيسمنت اللي هو الديسبيسمنت اللي عايزها في الانترفال دي ايكوال 2 مترز. تعال نشوف اكزامبل نمبر 8. اكزامبل نمبر 8 احنا خرجنا بقى شويه من تشابتر 1، دخلنا في المومنتم. بيقول لي اكار اوف ماس 2 تون موفز ان ا ستريت لاين وير اكس ايكوال 3 تي سكوير ماينس 4 تي بلس 1 in direction of c. Then the magnitude of the momentum. Momentum اللي هو يا شباب؟ momentum طبعا دي physical quantity، معناها ان انت حضرتك عندك بتعتمد على اثنين variables. ال h اللي هو momentum equal الماس والفيلوستي. فال h equal mv. افكرك بس بالرول وهفكرك بيها تاني. هو عاوز المومنتم after 3 seconds of motion. يبقى لازم اجيب الفيلوستي after 3 seconds واجيب الماس after 3 seconds. يعني ايه الماس افتر 3 سكند؟ هو الماس على فكره ثابت كونستنت، فهو هو مش هيتغير. هو ممكن يبقى متغير طبعا، في بعض الاحيان بيبقى الماس فاريبل بيتغير مع التايم، زي الروكت. الروكت لما بيتحرك بيفقد جزء من الفيول بتاعه طول ما بيتحرك، فالماس بتاعه بيقل مع التايم. وزي لو في عندك مثلا ووتر دروب، ووتر دروب بتنزل من فوق لتحت الميه، والميه بيحصل عليها اكوميليشن للووتر فيبر، فالحجم بتاع او الماس بتاعها بيزيد. لكن في حالتنا دي الماس از كونستنت، لكن الفيلوستي يعني مش كونستنت. عرفت منين؟ لانه مديك البوزيشن اكس ان تيرمز اوف تي،
بيتغير مع التايم، يبقى الفيلوستي كمان بتتغير مع التايم. طب اجيبها ازاي؟ تشويسز قدامك اهي 28 ولا 280 ولا 2800 ولا 28000 كيلو جرام متر بير سكند. تعال نجيب الاول الرول بتاعتنا، بتقول ان في ايكوال دي اكس باي دي تي، يبقى انا محتاج اعمل دي اكس باي دي تي الاول عشان اجيب الفي. وكمان ما تنساش ان الاتش ايكوال ام في، ماس في فيلوستي. نجيب الفيلوستي. الماس اولا خد بالك انا طالب الحل بالكيلو جرام متر بير سكند، اليونتس في الداينامكس في منتهى الاهميه. تاخد بالك كويس جدا من اليونتس. ان قد يكون السؤال سهل جدا بس اليونت هي اللي بتخلي السؤال صعب. هو مديك الاكس ب 3 تي سكوير ماس 40، سوري مديك الماس ب 2 طن. 2 طن يعني 2000 يحولوا الكيلو جرام ب 2000 كيلو جرام، اللي خلينا حولت ان اليونت عندك بكيلو جرام متر بير سكند يا شباب. طيب جبنا الماس، الفيلوستي ايكوال الفيلوستي الدريفيتيف برافو عليك 6 تي ماينس 4. السؤال مش صعب. ال اتش اللي هي المومنتم ايكوال ام في، الام ب 2000 والفي ب 60 ماينس 4. هنعمل سبستيتيوشن على التي بكام؟ اقرا كده في السؤال. قال لي افتر 3 سكندز حط التي ب 3، فتبقى الاتش ايكوال 2000 معموله تايم 6 في تايم 3 ماينس 4، فهتطلع الاجابه ايكوال 28000 كيلو جرام متر بير سكند. اتاكد ان اليونتس بتاعتك سليمه. تعالوا نشوف اكزامبل نمبر 9. طبعا احنا بنركز على المسائل المالتيبل تشويس في الاول، حاول تحل دايما وانت بتحل امتحانات المالتيبل تشويس في الاول، بتديك ثقه لان انت بيبقى عندك الاجابات موجوده، الاختيارات موجوده، بتبقى عندك ثقه شويه لان بتشوف اجابتك في وسط التشويسز اللي قدامك. ده سؤال برضو مهم جدا على نيوتن لوز، بيقول لي A body moves in a straight line under the action of three forces. يعني البادي بيتحرك وثري فورسز هم اللي بيحركوه. ماليش دعوه بقى ثري فورسز اتجاههم ايه. طالما هم فيكتور فورم يبقى الريزلتنت بتاعت الفورسز اللي اكتنج على البادي ايكوال، كله عارف طبعا الصم بتاع الفورس، الصم بتاعهم بلس بعض. فهو مديك اف 1 ب 4 اي بلس 3 كي، الجي كومبوننت ب 0 يعني، اف 2 ايكوال نيجاتيف اي بلس 4 جي ماينس 15 كي، والاف 3 از انون. هم دول الفورسز اللي بيأثروا على البادي بيخلوه يموف. The displacement is given by the rule، مديك ال S equal to T في direction I minus TJ plus K. عايز F3. ايه علاقة الفورسز بال displacement؟ الحقيقة نيوتن قال لو البادي موفينج in uniform velocity بيبقى sum of forces acting عليه equal zero. تاني لو البادي موفينج بيونيفورم velocity، ماشي بيونيفورم velocity، يبقى الفورسز اللي بتأكت عليه مش قادرة تخليه accelerate أو decelerate. فيبقى الصم بتاعهم بزيرو. يعني الصم اوف الفورسز بزيرو في حاله لو الفيلوستي كونستنت، يعني الفيلوستي يونيفر. يبقى انا اجيب الفيلوستي، ايه علاقه الفيلوستي؟ اهو انا عندي الاس، اعرف اجيب الفيلوستي منها اللي هي تمام. عرفنا بقى دي اس باي دي تي. طيب بتيجي نشوف الاختيارات قدامك، وادي الرول بتاعتك اللي بتقول ان لو في از كونستنت يبقى الصم اوف فورسز ايكوال زيرو. طب هو نيوتن قال حاجه كمان مهمه برضو، طب لو الاكسلريشن هي اللي كونستنت، يعني لو الاي طلعت مش معتمد على التايم، ده معناه ان البادي موفينج بينفورم اكسلريشن، فده معناه ان السم اوف فورسز اللي اكتنج عليه ايكوال ماس في اكسلريشن سكند لو اف ايكوال ام اي. ده الرول الثانيه اللي قالها او القانون اللي قاله نيوتن، ان لو الاي از كونستنت بيبقى السم اوف فورسز ايكوال من زيرو بقى ايكوال ماس في اكسلريشن. الاثنين بالنسبه لي واحد، لان في الحاله الاولانيه الاكسلريشن بزيرو لان الفيلوستي از كونستنت. طيب تعالى بقى نشوف ازاي نجيب الفورس الثالثه. احنا اتفقنا نشوف الفيلوستي الاول، طلعت الفيلوستي كونستنت يبقى السم اوف فورسز بزيرو، طلعت الفيلوستي مش كونستنت نجيب الاكسلريشن، طلعت الاكسلريشن كونستنت يبقى الاف ايكوال ام ايه. بس انا الحقيقه هنا ما عنديش الام، فده واضح ان انا هلجا لموضوع ان الفيلوستي تكون كونستنت، وده اللي هيحصل بالفعل. جبت الفيلوستي طلعت 2i ماينس عندي الاس 2 تي ماينس تي بلس 1، فالدريفيتيف 2 تي ب 2، دريفيتيف النيجتيف تي بنيجتيف 1، دريفيتيف الكي اللي هي 0 يعني ال 1 كي ب 0. طلعت ال في ما فيهاش تايم، مش ديبند على التايم، يبقى دي فيلوستي يونيفورم، يبقى ال في از يونيفورم. يونيفورم فيلوستي يعني الرول الاولانيه عندك اللي في البوكس في الاول، الرول الاولانيه بتقول لك ان السم اوف فورسز ب 0. السم اوف فورسز اللي هي يا شباب اول فورس اف 1 تعال نحولها بس للكارتيزيان فورم اللي هي 4 و 0 و 3، والثانيه نيجاتيف 1 و 4 ونيجاتيف 15 مظبوط، والاف 3 مش عارفها هخليها زي ما هي مكانها ايكوال 0. هودي الفورسز المعروفه دي الناحيه الثانيه في الابس دايركشن بعكس الساين، حاطط ماينس بره خلي بالك،
وهعملهم بلس بعض، فهتطلع الاي 3 في الاخر يكوال نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 12، دي مش موجوده في التشويسز. ايوه، ما هو الاجابه ماجنيتيود، تمام؟ يبقى لازم اجيب الماجنيتيود اوف ده اللي هو هيطلع في الاخر سكوير روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2 بلس 12 باور 2. خد بالك احنا شويه سوليد شويه كالكلس، الموضوع مرتبط كله ببعض. ايكوال 13 يونت فورس يونت نيوتن بقى كيلو جرام ويت وات ايفر. يبقى عرفنا من السؤال ده ان الاف بتكون ايكوال 0، سم اوف اف ايكوال 0 لو كان الفيلوستي كونستنت، والسم اوف فورسز ايكوال ام اي لو كان الاكسلريشن كونستنت. شباب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول A body of weight 2 kilogram is moving in a straight line under the action of 3 forces. نفس السؤال اللي فات تقريبا، نشوف. بس الديسبيسمنت از جيفن باي رول ثانيه، اس ايكوال 2 تي سكوير اي ماينس تي سكوير جي بلس 2 تي كي. عايز اف 3. انا لسه قايل لك 3 فورسز يبقى الريزلتنت سم بتاعهم، بس في واحده منهم انون. اس مديها لي، يبقى اجيب يا في يا ايه؟ اشوف بقى، هجيب الفي الاول. القانون هكتبه لك ثاني، دي اس باي دي تي. نجيب ال 4 تي اللي هي ديريفيتيف الاس اللي هي 2 في 2 تي ب 4 تي وماينس 2 تي و2 بس كي. الاكسلريشن دي في باي دي تي ديريفيتيف الاس، الفي ما طلعتش يونيفورم يا شباب، ما طلعتش يونيفورم، طلعت ديبند على تي. اعمل ديريفيتيف تاني تطلع 4 وتطلع نيجاتيف 2 وهتطلع ديريفيتيف 2 ب 0. الاكسلريشن هي اللي طلعت مش ديبندنج على التايم. طيب معنى كده ان الاكسلريشن لما بتكون كونستنت ده معناه ان السم اوف فورسز ايكوال ماس في اكسلريشن. عندك ماس، بص فوق كده في ماس فعلا، الماس ب 2. يبقى معنى كده الاي يونيفورم زي ما بقول لك، وانا قايل لك الرول اللي بفكر بيها تاني، لو الاي يونيفورم يبقى السم اوف فورسز ايكوال ماس في اكسلريشن. فيطلع في الاخر ان السم اوف فورسز ايكوال ام اي اللي هي ايكوال السم اوف فورسز اللي عندك الثلاثه بلس بعض بالاف 3 كمان ايكوال 2 اللي هو الماس في الاكسلريشن اللي هي طلعت معايا 4 ونيجاتيف 2 0. فانا هحسب ال 2 في ال 4 والنيجاتيف 2 0 تطلع 8 ونيجاتيف 4 و 0، وهودي الناحيه الثانيه الاثنين فورسز بالاوبزيت دايركشن بديفرنت ساين، فهيطلع في الاخر ان الفورس 3 ايكوال 1 ونيجاتيف 2 نيجاتيف 2. برضه محتاج اجيب الماجنيتيود عشان هو عايزها، الماجنيتيود ايكوال روت 9 اللي هي ايكوال 3 فورس يونت. اكزامبل نمبر 11. سؤال حلو قوي. خلينا في السكه في الفيرست 2 برضه. الهليكوبتر هوز انجن فورس مديني، بيقول لي ان في هليكوبتر موفينج بفورس 9.6 طن ويت فيرتيكلي ابورد. الهليكوبتر كده كده الانجن فورس بتاعتها بتكون اتجاهها ابورد، مهما حتى لو بتنزل تحت الانجن فور فوق الانجن بتاع الهليكوبتر والهوت اير بالون بيدوا هما الاثنين فورس ابورد دايما. موفينج فيرتيكال اب، هو كمان بيموف ابورد. في فرق بين الفورس اتجاهها ايه وهو بيموف ايه. ممكن الفورس اتجاهها تكون اب وهو بيموف داون، لان الفورس قد تكون مش كافيه، قلنا الكلام ده في الاستاتكس. وذ يونيفورم فيلوسيتي، نقف بقى يونيفورم فيلوسيتي. خلي بالك ده فيرست لو، يعني السم اوف فورسز بزيرو. السم اوف فورسز بزيرو يعني اب ايكوال داون ورايت ايكوال ليفت. بس احنا بنتكلم على الهليكوبتر، والهليكوبتر بتموف اب وداون، فيبقى عندك اب ايكوال داون بس. يبقى يونيفورم فيلوسيتي عرفتني ان انا اشتغل فيرست لو. بيقول لي against resistance equal quarter of its weight. ايه الريزيستنس اللي بتقابلك وانت طالع بهليكوبتر؟ الاير ريزيستنس اكيد. الاير ريزيستنس. قد ايه؟ ما قاليش قد ايه بالظبط، قال لي ان هي كوارتر الويت، ما حددليش، بس هي كوارتر الويت، والويت مش عندي. بس الويت هو ام جي احنا عارفين. Then the weight of the helicopter equal كام تون ويت. خلي بالك هو عايز الويت بالطن. وهو مديني فورس بالطن. مفيش داعي احول طالما انا في الفيرست لو. مفيش داعي احول لو انا في الفيرست لو طالما طالب مديني جيفن بالطن. وعاوز الويت كمان بالطن. تمام. التشويسز قدامك اهي. تعال نشوف بس الرسمه الاول. انت المفروض يكون عندك هليكوبتر ترسم اي بادي، ادي هليكوبتر. عندك بتموف ابورد زي ما احنا شفنا. عندك في فوق الفورس اللي بتحرك الهليكوبتر اللي هي الانجن فورس لاف. وعندك تحت الويت اللي هو ام جي اللي هو ويت الهليكوبتر الوزن بتاعها. وعندك الاير ريزيستنس تحت. الاير ريزيستنس دي بقى الار يعني ريزيستنس عموما بتكون في، هقولها تاني، في الاوبوزيت دايركشن اوف موشن، مالهاش علاقه بالفورس. يعني ممكن تكون في اتجاه الفورس، ممكن تكون عكس اتجاه الفورس، حتى الاكزامبل ده بيوضح لنا جدا. تمام. الاف ايكوال ام جي بلس ار، جبت منين الكلام ده؟ احنا قلنا هير في الفلوستي يعني السم اوف فورسز بزيرو يعني اب ايكوال داون. فاف ايكوال ام جي بلس ار. طب الاف دي اللي هي 9.6 تون ويت هحولها برضه، وانت في الفيرست تو ممكن ما تحتاجش تحول،
ممكن تتعامل مع الفورس ده، بس انا هكتبها لك كفورس يعني الفورس ايكوال 9.6 نيوتن هتعملها تايم جي، الجي ده اللي هو 9.8 لو متر بير سكند سكوير، 980 لو سنتيمتر بير سكند سكوير، او اي يونت ثانيه بقى ليه تحويله اخرى، لكن انا هسيبه جي زي ما هو. الماس ام جي والار هي الكوارتر ام جي، انا لسه قايل لك ان الريزيستنس ربع ام جي كوارتر ام جي. طب انا اقدر اشيل الجي مع جي مع جي؟ اه تمام اقدر اشيل كل ده سمبليفايد مع بعض بقى 9.6 ايكوال ام بلس كوارتر ام. هو ام بلس كوارتر ام بكام؟ ب 5 اوفر 4 ام، من ام دي اللي هي 4 اوفر 4 اللي هي كوارتر بلس ام يبقى 5 اوفر 4 ام. 5 اوفر 4 ام ايكوال 9.6. طب انا اجيب منها الام كده بالظبط، يبقى الام ايكوال 9.6 ديفايدد باي 5 اوفر 4 او تايم 4 اوفر 5 تطلع الماس ايكوال 7.68 طن ويت او طن عموما. تعال نشوف اكزامبل نمبر 12. Example 12 بيقول لي a body of mass 1 kilogram move in a straight line such that the acceleration is given by the relation مديك ال a equal 40 plus 2 measured in meter per second square with time measured in second. بيعرفك ان انت عشان تشتغل صح. Then the change in momentum in interval 2-6 is كام kilogram meter per second. مفيش تحويل عندي على فكره. ال weight الماس بالكيلوجرام هو قال لك ان ال acceleration بالمتر per second square والتايم بالسكند، مفيش تحويل. طيب هو عايز المومنتم. طب حضرتك قلت لنا يا مستر المومنتم ايكوال اتش ايكوال ايكوال ايه؟ بالظبط ام في الفي. بس انا عندي هنا اكسلريشن. اجيب الفي ازاي من اكسلريشن؟ اه لسه قايلين طبعا في الدرس الاولاني انك عشان تجيب الاي من الفي من الاكسلريشن بتعمل انتجريشن. طب ما تيجي تشوف الرول كده مع بعض، تشويس قدامك وادي الانسر. ادي التانجل اللي فيه رول. Change in momentum equal delta H equal mass في integration بتاع الـ A. اه لأن الـ V هي integration of A. بس من time 1 to time 2. Time 1 بكام يا شباب عندك؟ هو مديك interval A. Time 1 بـ 2 و time 2 بـ 6. جميل. تعالى بقى نشوف. الـ delta H equal ده رول تاني. الـ mass بـ 1 body of mass 1 والـ A بـ 40 plus 2 وعاوز يعمل integration من 2 لـ 6. خلاص بقت مسألة انتجريشن تحولت إلى مسألة كالكولس. فهتبقى ال 1 خلاص مش مهمة. انتجريشن ال 4 تي ايكوال 4 تي سكوير اوفر 2 اللي هي 2 تي سكوير. انتجريشن ال 2 اللي هي 2 تي من 2 ل 6. هنسبستيتيوت مرة ب 6 ومرة ب 2 ماينس بعض. فهيطلع في الآخر التشينج مومنتم ايكوال 72 كيلوغرام متر بير سكند. تمام. تعال نشوف نمبر 13 بتقول إيه. وعلى أنهي جزء بالظبط في المنهج. Number 13 بيقول لي a constant force 10 newton acts on a body of mass 4 kilogram 10 newton والماس بالكيلوجرام سليم for 8 seconds. الفورس بتاكت على البادي لمده 8 ثواني to change its velocity from V node to 25. البادي كان ليه سرعه قبل ما الفورس تاثر عليه كان ماشي بسرعه معينه كان مش عارف، بس لما الفورس اكتنج عليه زودت سرعته خليته وصل ل 25 بعد 8 ثواني in the same direction. In the same direction دي مهمة جدا. عايز ال V نود. طيب خد بالك. التشوسي الرول بتقول لك ايه؟ اه ليه قلت امبلس يا مستر؟ اصل خد بالك الامبلس هو عبارة عن الفورس في التايم. الفورس الامبلسيف فورس في التايم اوف كونتاكت. يعني انت بتحرك حاجة لمدة 8 ثواني فانت بتديها امبلس. الامبلس دي بتتغير على حسب التايم اللي انت اخدته قد ايه والفورس قد ايه. فالفورس الاي الامبرس يعني ايكوال اف تي، وكمان الامبرس هي نفسها اللي تشينج مومنتم على فكره اللي هي ايكوال ام في في 2 زي 1. كل ده مرتبط ببعض نفس الرول الثانيه دي قلناها في الاكزامبل اللي فات. فالاف في تي ايكوال ام في في 2 زي 1 ده لو كانوا سيم دايركشن بالمناسبه، ولو كانوا في الاوبزيت دايركشن الفيلوستي بتتعكس فبتدي بالبوزيتيف فتبقى ام في في 2 بلس في 1. مش موضوعنا، خلينا في السؤال بتاعنا. ادي الرول اف تي ايكوال ام في 2 ماينس في 1. يبقى 10 تايمز 8 ايكوال الماس ب 4 الفي 2 ب 25 والفي نوت ب 0. هنعمل تايم يبقى 80 تمام في 25 ماينس في سكوير هتتودي ال 4 بالديفايدد ماينس في نوت اسف، فيطلع ان 25 ماينس في نوت ايكوال 20 فيطلع ان الفي نوت ايكوال 5. دي الانيشال فيلوسيتي اللي البادي بدا بيها الموشن قبل ما الفورس اكت عليه. تعال نشوف اكزامبل 14.
اكزامبل 14 بيقول لي a body of mass 70 كيلوغرام is inside a lift elevator اسانسير of mass 420 كيلوغرام مديك ماس الاسانسير مديك ماس اللفت فانت على فكره واضح ان هو هيطلب التنشن في السترينج. If the lift moves vertically upward with acceleration of magnitude 70 مديك الاكسلريشن عاوز التنشن in the rope carrying the lift والتشويسز قدامك. طيب اولا ادي الاليفيتور في سترينج بيربط الاليفيتور وفي تنشن اسمه دي وفي هنا بادي جوه الاسانسير اللي هو الراجل ده الشخص او ايا كان بوكس وفي ماس للاثنين مع بعض هيبقى اسمه ام1 بلس ام2 في جي. خلي بالك طب نجيب الام1 بلس ام2 طبعا الاليفيتور موفينج ابورد في السؤال الاي ايكوال 70 ديفايدد باي 100 ايه اللي انا عملته ده؟ خد بالك انا خدت بالي ان الاكسلريشن بالسنتيمتر بير سكند سكوير ده ما ينفعش طالما شغالين بالكيلوجرام ومتر لازم نحول الاي لمتر بير سكند سكوير فتطلع 0.7. الماس ايكوال 70 بلس 420 ليه؟ لان انا بجيب ماس حاجتين مع بعض الماس بتاع البادي والماس بتاع الاليفيتر ب 420 بلس 70 ب 490 نطبق رول بقى الاسانسير طالع لفوق يبقى تي ماينس ام 1 بلس ام 2 جي يعني تي ماينس 490 في 9.8 ايكوال 490 في الاكسلريشن اللي جبتها اللي هي 0.7 فيطلع ان تي ايكوال 490 ونجمع التو اكسلريشنز مع بعض لانها راحت الناحيه الثانيه بالبوزيتيف تطلع تي ايكوال 5145 نيوتن. لو بصيت في التشويز هتلاقيها موجوده بس خلي بالك من اللي بعد النقط بيقول لك عايزها ان كيلو جرام ويت حضرتك بكل بساطه ممكن تختار التشويز غلط كيلو جرام ويت لازم اعمل ديفايدد باي 9.8 ثاني فهتطلع التي تنشن ايكوال 525 كيلو جرام ويت. تمام كده يا شباب احنا نبقى عملنا ريفيجن على جزء كبير برضو من اجزاء الداينامكس. ان شاء الله باذن الله هيكون في جزء ثاني لاحقا هنعمل فيه مسائل بقى غير المالتيبل تشويس مسائل اس كويستشنز وهنعمل مسائل على القوانين نيوتن وهنعمل على البوليز طبعا البوليز طبعا درس مهم جدا وبياخد مننا مجهود والامبلس وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه ثانيه باذن الله. شكرا.